اوكي، اهلا وسهلا اخواني اخواتي جميعا، اهلا وسهلا فيكم في اليوم الثاني للبرنامج التدريبي تاعنا. اوكي، اللي هو التسويق الدولي لتطوير الصادرات وفتح اسواق دوليه جديده، ومتخصصين احنا في هاي البرنامج التدريبي مع نقابه المهندسين الزراعيين في المنتجات الزراعيه. يعني نتكلم عن تسويق الدولة لتطوير الصادرات المنتجات الزراعية وفتح أسواق دولية جديدة للمنتجات الإنتاجية الزراعية في الأردن، تمام؟ تحديداً يعني هذا هو برنامجنا. مساء الخير ومساء الورد، ويسعد كل أوقاتكم وجمعة مباركة للجميع. أوكي، وخلينا نبدأ إن شاء الله. خلينا أحبابي جميعاً، خلينا نركز أكثر بالساعتين هدول أساس نستفيد كثير، تمام؟ يعني اليوم كثير لازم يعني نبدع كلياتنا مع بعض، وبدي تعاونكم معي حيث أنه ننجز أكثر. أوكي، الهدف العام طبعاً إحنا عارفين أنه الهدف العام عندنا، أوكي، وتركيزنا عليه اللي هو معرفة المفاهيم والأساليب والأدوات الأساسية لإعداد أبحاث السوق لهدف تصدير المنتجات الزراعية في الأردن وتصديرها لعديد من الدول. أوكي، الدول اللي منلاقي إحنا عندهم طلب على منتجاتنا. أوكي، هسا عندنا المحاور الرئيسية، مفهوم أبحاث السوق وأهميته للمصدرين، وأتوقع امبارح تكلمنا عن هذا الجزء، أوكي، ووضحنا أهميته، واليوم حنتكلم عنه لسه أكثر. ومجالات أبحاث السوق، المجالات عديدة، طرق البحث أبحاث السوق عديدة. إحنا بنتكلم عن أحد أهم الأدوات المستخدمة اللي بتساعدنا في دراسة الأسواق الدولية، تمام. واليوم حنتكلم عن المزيج التسويقي، أوكي، وأهميته. لازم دائما أنا بس أعمل أبحاث السوق لازم أخلي المزيج التسويقي، أوكي، قدامي، اوكي، بيخليني اعرف وين اركز اكثر لما ابحث عن المعلومات. وتكلمنا امبارح عن انواع ابحاث وبيانات السوق اللي هي برايمري وسكندري، اولي وثانوي، تمام، واحنا اعتمادنا على الثانوي بشكل عام، اوكي، من خلال اي تي سي. وخطوات ابحاث السوق الدوليه وتطبيقات عمليه، احنا كلياته اصلا يعني ورشه العمل بالثلاث ايام ماخذ الجانب العملي اكثر من الجانب النظري. تكلمنا عن مفهوم وأهمية أبحاث السوق امبارح، وتكلمنا عن فهم العملاء واحتياجاتهم. لاحظوا أهم شيء نفهم العملاء ونعرف مين هم العملاء ونتعرف على المنافسين، وهذا امبارح طبقناه بشكل عملي جدا. عرفنا وين الدول اللي احنا يعني عرفنا كيف نعرف الدول اللي فيها طلب على المنتجات الزراعية، مثلاً بدي أعرف عن التمر، عن البندورة، عن التفاح، عن البرتقال. أوكي، عرفنا كيف نحدد الدول اللي هم بحاجة عندهم طلب عالي على هذا المنتج، وعرفنا حتى وعرفنا مين إحنا برضو الشركات اللي بتطلب هذا المنتج في هاي الدولة بعد. أوكي، وعرفنا مين الشركات اللي بتطلب هذا المنتج في هاي الدول، اوكي، اللي بيساعدنا نتواصل معاهم. يعني احنا لما عرفنا الشركات، اوكي، وعرفنا الدول اللي ممكن احنا نصدر إلها، هون باجي بعمل خطه تسويقيه كيف اتواصل معاهم. اوكي، لازم اعمل خطه تسويقيه وتكتيكات تسويقيه كيف اتواصل معاهم، اوكي، بحيث اني انا اخذ حصه سوقيه في هذا البلد، اوكي، من خلال هذه الشركات، تمام. عنا طبعا تكلمنا أهمية معرفة عمر المنتج التخزيني لما أنا أصدره حسب الدولة قديش هتاخذ وقت لما أنا أصدر، والإجراءات الجمارك، وقديش هتقعد بالموانئ. هاي أمور مهمة جدا، إدراك تباين الأذواق تكلمنا عنها والألوان، أوكي، أبحاث السوق. هلأ لاحظوا المحور الثاني لما نتكلم عن دراسة الأسواق الدولية، أمر مهم جدا. هلا امبارح احنا ما حكينا نظري انه ادرس الاسواق الدوليه وموضوع مهم، طبقنا هذا عملي من خلال موقع الاي تي سي المدعوم من خلال الدوليه واليو اس ايد، وتكلمنا عن ابحاث المنافسين الدوليين اخرى،
اوكي، وشفنا مين المنافسين مثلا لعده، لمنتج بندوره، منتج تمر، منتج اي منتج في من المنتجات الزراعيه، بنقدر نعرف مين المنافسين لنا اوكي في هاي الدوله. ابحاث البيئه التسويقيه، اوكي حنتكلم اكثر اوكي عن هذا الجانب. اوكي انس الطراونه رفع ايده، تفضل انس. مش موجود معنا أنس. هي رفع إيده حدا. أنس أوكي. طب مهندس إذا تكرمت علينا بس تتأكد من السكيورتي اللي عندك، الأن ميوت مفعلة ولا لا، لأنه أنا مش مفعلها والمايكات بتضلها تفتح. أوكي قصدك عند الجميع. أوكي لا ما تشيكتها أنا، هلا بسويها. mute all yes allow participants no make all current. أوكي تمام عملتها أنا، فعلتها. اوكي اذا في حدا بده يحكي يا ريت تسجل سؤالك اوكي، وحنيجي نسمع سؤالك، بهمنا اسئلتكم جميعا تمام. وحنتكلم اليوم عن ابحاث المزيج التسويقي اوكي، وحنتعمق شويه بابحاث المزيج التسويقي تمام، وابحاث المستهلكين الدوليين. بهمنا احنا بس نعرف العميل اوكي اللي عندنا بدوله معينه، اني انا هذا العميل بدي ابحث لانه هذا شريك اللي بدي اسميه، ما بدي اسميه حتى اوكي، بسميه ماي بارتنر اوكي ان ذيس كانتري اوكي. وبهمني جدا اعرف اكثر عن هذا العميل. ابحاث المنتجات الدوليه، حتى المنتجات تاعتي انا اوكي، ان كانت بندوره ولا تمر ولا شو ما يكون، المنتج الزراعي اللي انا بدي اصدره اوكي، لازم اعرف كيف اصدره باي طريقه، كيف التغليف، كيف امور كثيره، والسعر اوكي، الجوده والشهادات المطلوبه. في عوامل مهمه، احنا بنعمل بحث من خلال موقع الاي تي سي، ولكن لازم ننظر برضو على العوامل السياسيه في الدوله اللي انا بدي اسوق منتجي فيها تمام، وبدي انظر برضو للعوامل الاقتصاديه اللي بتمر فيها الدوله تمام، وبدي اعرف الظروف الاقتصاديه والعوامل الاجتماعيه والثقافيه وسلوك العميل ورغبه الناس. يعني زي ما بيقولوها هلا مثلا، عوامل اجتماعيه ثقافيه، جاي شهر رمضان، الناس هناك ثقافتهم اوكي، بتعرفوا شهر رمضان. نعم دكتور حديثة، حنيجي على سؤالك. نعم اليوم حنتكلم عن هذا الموضوع، حنعرف. نعم أوكي، تحديدا الرسوم الجمركية لكل دولة. نعم أما تكلفة النقل الجوي حتكلم عنه. أوكي دكتور حديثة بيسأل، بنقدر نعرف قديش الجمارك؟ جاوبته نعم. نعم، وفي عوامل كثيرة عن لازم نعرفها. أحيانا بطلبوا شهادات أوكي، أحيانا بطلبوا بعض الدول عوامل تقنية، أحيانا لازم نتعرف على الدولة وإيش أمور التقنية عندها أوكي، وكيف حتى العميل اللي بتتعامل معه أوكي بدي أعرف قديش التكنولوجيا تعتبر إشي مهم جدا عندهم. تعرف التكنولوجيا صار إشي أساسي. عوامل قانونية أوكي، أنا بدي أعرف الجمارك زي ما سأل الدكتور حديثة أوكي، الجمارك قديش، بدي أعرف هل في أوراق قانونية مطلوبة. قبل فترة بعرف أنا أحد الشركات صدرت من الإمارات إلى السعودية أحد الشحنات أوكي لأحد المنتجات، ولكن المنتج كان مكتوب على الكرتوني made in China، بس مش مكتوب على المنتجات، على كل منتج داخل كان هي زي أجهزة كهربائية أو إلها علاقة بالموبايلات تمام. لازم يكون مثلا حسب قانون الدولة، لازم يكون على كل منتج made in، صنع في الدولة، لازم يكون موجودة مكتوبة على كل منتج. طبعا نتيجة عدم مطابقة اوكي المواصفات والمقاييس والامور القانونية في الدولة المستوردة للمنتجات، تم ايقاف الشحنة بالميناء اوكي، وقعدت فتره طويله بالميناء، وبعديها تم اعادتها الى الشركه المصدره اوكي، وهذا الامر بكلف فلوس
عشان هيك احنا لازم نكون كتير نعمل اللي المهم جدا نعمل further study further analysis يعني على هاي الامور ناخذها بالاعتبار. السيد والمهندس وليد عرسان بيسال: السلام عليكم، البرنامج اللي درسناه هل هو مجاني لتريد ماب امس؟ وهو لاني حاولنا ادخل له ويطلب التسجيل والدفع غير واضح. دكتور وليد، البرنامج مجاني واغلب الحضور سجلوا فيه، هو مجاني اذا انت دخلت على الجانب اللي فيه، ولكن هو مجاني. واليوم تمام سجلت يعني اوكي هو مجاني نعم، والاتش اس كود نعم اوكي. هي ستنا الهام سجلت بتقول، عشان هيك اليوم حناخذ عنه، دونت وري، ما تستعجلوا. يا ريت الكل اخواني اخواتي، وهي علا برضو سجلت اليوم، اخواني اخواتي يا ريت الكل يركز معي باللي بحكي فيه، حاجه على اللي تسالوا عنه كله حاجه عليه. واليوم انا بعد الساعتين اذا بسمحوا لنا القائمين على البرنامج، المهندس الاء والمهندس ليث، حنقعد اخرى وقت ساعه ساعتين زياده معكم لاي سؤال، وممكن اساعدكم بعمل حساب او اي شيء، لان بهمني كل واحد فيكم هون في البرنامج بشكل شخصي، كل واحد يستفيد. ما بدي والله اني انا احكي اللي عندي وخلص، لا، بهمني كل واحد يقول اني انا استفدت وعملت اللي بدي اياه وشكرا. اوكي، عشان هيك حضل معكم، دونت وري. برضو الطلاب الاعزاء، طبعا برضو العوامل البيئيه بتهمنا نعرفها، تمام؟ يعني هدول بسموهم معروف، يعني دائما باي تخطيط استراتيجي لما انا اجي اخطط لا الخطة التسويقية تاعتي من أجل فتح أسواق دولية جديدة، بهمني أدرس هاي العناصر. مثلا العوامل البيئية بهمني أعرف الجو، أوكي، لأني أنا بس أجي أصدر مثلا البندورة ورايحة مثلا على السعودية البندورة، وبالأردن برد وبالسعودية الدنيا برد، معناها أنا يعني هنا اللي مش زي الصيف، حط البندورة بالصيف بجوز إنها تتأثر بالعوامل البيئية، أوكي، مش زي لما تكون بالشتاء. وفي عوامل كتير لازم نأخذها إحنا، عوامل بيئية مهمة جداً، أوكي، حنأخذها بالاعتبار. يعني بالنهاية إشي اسمه بيستل، اختصار لهاي لكل كلمة، من كل حرف من كل كلمة لما نجمعهم مع بعض بيعطينا كلمة اسمها بيستل، بيعطينا كلمة اسمها بيستل. وبيستل هذه مهمة جداً في التخطيط الاستراتيجي، من أجل التخطيط، من أجل التصدير منتجاتنا إلى أسواق دولية جديدة وحتى حاليا. هلأ حنأخذ الفور بيز بالعملية التسويقية، تمام؟ حنأخذ إشي اسمه فور بيز، أوكي، مهم جدا الفور بيز، أوكي، إني أنا لما أفكر في التخطيط للتسويق، تمام، لازم في أربع عناصر إحنا كشركات، إحنا كتجار، إحنا كمصدرين لازم نفكر فيهن دائما. الأولى إيش هي؟ الأولى اللي هي الفور بيز، طبعا سموها فور بيز لأنه كل حرف بي يرمز إلى كلمة. أنا بس أجي أفكر أصدر لازم أفكر بالمنتج، البروداكت، تمام، اللي هي على اليمين فوق، تمام. البرودكت لما اجي انا افكر فيه بدي افكر ايش الجودي اللي انا لازم ارسلها لمثلا العميل تاعي بهاي الدوله، ايش الجوده اللي هم بفضلوها، ايش الالوان، اذا انا بدي اعمل باكينج او بدي استخدم امور بالتغليف، اوكي، بيهمني اعرف ايش الالوان حتى اللي استخدمها. هل في خدمه مصاحبه؟ احيانا بتكون في خدمه مصاحبه، هون بيجي الابداع الان، اوكي، والتخطيط، بالتخطيط من اجل التصدير، تمام. وفي الضمان، قديش انا بدي اعطي ضمان، ممكن اعطي ضمان انا على المنتج. هلا هاي الامور احنا بنسميها اعداء، نعمل احنا استراتيجياتنا التسويقيه بناء على الفور بيز. طبعا ما حد يفكر يعمل اي خطه تسويقيه قبل ما يفكر بالاربع
الأربعة بيز. طبعا هم صاروا 5 بي و6 بي و7 بي و8 بي، ولكن الأربعة هدول الأساسيات. أوكي، لازم أفكر دائما أنا بالمنتج. طب المنتج لما أصدره أنا كيف شكل المنتج؟ أوكي، كيف جودة المنتج؟ هل بطلبوا شهادات جودي؟ أوكي، هل أنا لازم، حتى لو ما بطلبه، هل أنا لازم أجيب شهادات جودي بتكون أفضل؟ هل في شهادات صحية بتنطلب؟ لازم أنا أفكر بالمنتج بعمق أكثر وأعمل له دراسة للمنتج. أوكي، البي الثانية، البي نمبر 2 اللي هو البرايس. لما أجي طبعاً هسه بالمنتج أنا بقدر أعمل استراتيجيات تتعلق في المنتج عشان أنا أقنع العميل. باجي على البرايس، برضو عندي أنا استراتيجيات مهمة جداً بالسعر. هل بدي أعمل خصومات؟ هل بدي أعمل متى والله ببيع أنا مثلاً وبعد فترة برسل لي الفلوس؟ حسب أوكي. هل بفتح اعتمادات، ائتمان مفتوح مع الشركة؟ الموضوع بالسعر في كتير خطط أوكي وتكتيكات من استراتيجيات تسويقية تتعلق في الأسعار حيث أكون سعري منافس. زي ما حكينا، أول شيء المنتج البي اللي هو لازم يكون منتجي منافس، لازم يكون سعري منافس. بالله شوف المنافسين برضو، تمام. وباجي على البي الثالثة اللي هو البروموشن. احنا بهمنا زي ما حكينا كمصدرين المنتج، السعر، والبي الثالثة اللي هو البروموشن، الترويج. انا كيف بدي اروج؟ هل انا من خلال السوشيال ميديا؟ هل بيع شخصي؟ بدي اطلع زيارات للدول هذه مثلا واروح ازور الشركات، ام بدي انزل مثلا تنشيط مبيعات، اوظف شخص معين مثلا يصير يتواصل مع هاي الشركات، ام بالعلاقات العامة؟ هذه تكتيكات. طبعا لا تنحصر التكتيكات على المكتوب قدامنا، ولكن هذه بعض التكتيكات اوكي اللي انا ممكن اني اسوق منتجي لهي الدولة. تمام، حكينا البي الاولى المنتج، الثانية البرايس، الثالثة البروموشن، الرابعة البليس المكان. اوكي، المكان اللي انا بدي اصدر عليه، وهل بدي اصدر انا الشركة المستوردة، هل هم حيأخذوا المنتج عندي من الميناء أم أنا بدي أوصلهم إياه؟ لازم إني أنا أبحث أوكي بموضوع التخزين، بموضوع هل بدي أبيع بالجملة كميات ضخمة أوكي مش أقل من كذا طن، هل النقل علي عليهم؟ هاي الأمور لازم أنا أفكر فيها وأخطط إلها. هلا هاي الأمور كلها تبتهمنا إحنا كمصدرين، من وجهة نظرنا إحنا كمصدرين، ولكن خلينا ننظر إحنا من زاوية العميل نفسه، من زاوية المستورد. تمام، المستورد إحنا بهمنا المنتج، إحنا بهمنا المنتج، بس العميل بهمه اللي هو الفور سيز. هلأ اللي حنتكلم عن الفور سيز، تكلمنا عن الفور بيز اللي هي بتهمنا إحنا، حنتكلم عن الفور سيز اللي هي من وجهة نظر العميل. واني يا اخواتي اذا بدي افكر انا بالمنتج بدي افكر بالكاستمر نيدز، اول سي مقابل اول بي. اوكي، العميل احنا بهمنا المنتج، العميل بهمه المنتج يلبي احتياجاته. اوكي، هلا باجي على البي الثانيه. تمام، لما انا بهمني السعر اوكي، هاي البي الثانيه، العميل بهمه بالسي الثانيه اللي هي الكوست، التكلفه. تمام، لازم افكر انا بزاويه العميل، من وجهه نظر العميل. العميل حيقول قديش التكلفه هذه، وكيف كيف جوده المنتج هذا. لما اتكلم عن البروموشن مهم جدا ان نعرف جميعا، اذا انا بدي اتواصل مع العميل بالايميل او بدي اعمل حمله تسويقيه على السوشيال ميديا، وكثير من الناس حقيقه يعني بلاقي انا بعض الاخفاقات في حملات اعلانيه بتصير بالسوشيال ميديا او ببعض الإعلانات. الهدف الرئيسي لازم نعرف من الترويج إنه العميل يتصل. أوكي، يعني ما أقصده أنا بهمني الترويج أوكي رقم 3 بي 3، العميل بهمه بسي 3 الكوميونيكيشن. طب إعلانك واضح، إعلانك حلو، بس ما مش قادر أحكي معك، ما فيش رقم، فيش إيميل،
واذا حاط رقم الرقم مش واضح، حاط لي اياه انت قاعد بتسوق دولي وحاط لي اياه 079، ما بعرفش كيف الكود تاع الدولي. والناس عاده بالاعلانات ما بيقراوا الاعلان اكثر من 3 ثواني. اوكي، بثلاث ثواني بدك تخلي الرقم بكبسي وحدي، اخذ الرقم انا بكبسي وحدي يوديني على الواتساب عندك. عشان هيك لما تفكر بالترويج فكر انه العميل بيهمه بالترويج انه يقدر يحكي معك، حط لي رقمك. اوكي، ما اتواصل معاه بخجل، حاط له بس ايميلي، لا احط له ايميلي وتليفوني والواتساب الان، واحط له موقعنا بالفيسبوك وموقعنا اوكي. بالاضافه لاربعه، احنا بيهمنا البليس. اوكي، البليس المكان اللي انا بدي ارسل له، وين بدي ارسل. اوكي، العميل اللي هو الامبورتر بهمه باربعه، الراحه والسهوله. لازم احنا بس نفكر ونخطط باي خطه استراتيجيه ل ل ل لازم نفكر انه العميل بهمه نمبر 4. تمام. لا لا دكتوره الهام، جود كويستشن. دكتوره الهام بتقول هل هذه ثابته؟ قصدك انه هاي الامور اخواني اخواتي، هلا هدول اربع اساسيات، هدول اساسيات. نعم، ما بصير افكر انا باي خطه تسويقيه بدون هدول الاربع، ولكن في شغلات ممكن اكثر منهم، ولكن المينيمم أربعة هدول لازم أفكر فيهم أنا. تمام، يعني على سبيل المثال لما أجي أفكر بالترويج أنا لازم أفكر بالتواصل. أوكي، العميل بيهمه سهولة التواصل، هدول القواعد الأساسية لعلم التسويق اللي هم بيقولوا لها الفور بيز والفور سيز. باي ذا واي هم ربما شوية حديثات حتى، وبتوقع إنه الأغلبية سامع بالفور بيز، بس أتوقع الفور سيز حتكون جديدة عند الأغلبية. أوكي، لأني بحب دائما أنا أضيف شغلات جديدة ومهمة بتحاكي الواقع. وأنا يا أخواتي اكبسوا على جوجل فور بيز بتلاقوا 7 بيز أخرى. تمام، هلأ ممكن أنت هلأ هدول الأربعة، عفوا في فن التسويق، في فن هسه هدول الأربعة أساسيات، بعديها أنت بتبدأ إيش بتفكر. أوكي، الإبداع ما له حدود، حدوده حدود السماء، ولكن ما بصير أنا أفكر بالتسويق الدولي بدون ما أفكر بالأربع الأمور الأساسية هدول. أوكي، تمام. عندنا طبعاً هلا بنرجع إحنا مرة تانية على أنواع أبحاث السوق، حكينا عنها. تمام، المكتبية والميدانية. أوكي، الميدانية البيانات الأولية اللي هي بتكون عندك تعمل استبيانات أو مقابلات. إحنا شغلنا عن المكتبية، بيانات موجودة بدنا نحصل عليها، نعرف كيف نحصل عليها. تمام، تكلمنا عن هلأ باجي أنا البيانات الثانوية، خارطة التجارة، الإحصاءات التجارية وبيانات التريد ماب، تكلمنا عنه مبارح. هنتكلم عن الماركت أكسس ماب، لسه احنا عندنا اكثر من خريطه هنتكلم عنها، وفي عندنا الستاندرد او السستينابيليتي ماب. تمام، هلا خلينا نيجي على الجانب العملي، نرجع للجانب العملي. هسه اهميه ابحاث، ايش الاهميه احنا؟ اوكي، ابحاث السوق لفتح اسواق دوليه، ابحاث السوق تستخدم لايجاد المكان. هسه احنا استخدمنا الاي تي سي كمثال، اساس كمثال استخدمنا الاي تي سي كمثال على اساس نعمل ابحاث السوق. اوكي، لايجاد المكان والسوق المناسب لتصدير منتجنا الزراعي، وتعتبر مفتاح النجاح، تعتبر المفتاح النجاح ابحاث السوق في التصدير والدخول الى الاعمال والتجاره الدوليه. خريطه الطريق، هي ابحاث السوق هي خريطه الطريق لدعم التسويق الدولي. عشان أصدر منتجات يعني لازم أعمل أبحاث سوق، ولازم أتأكد. أوكي، لأن بيهمني أنا بس أخطو خطوة بالتجارة الدولية عشان أكسب وأربح، مش أروح أخسر أنا. أوكي، لفهم العملاء، بدي أفهم العملاء واحتياجاتهم، للتعرف على المنافسين. أوكي، لتحقيق الوفاء بالمواصفات الدولية، بدي أعرف أنا والله هاي الشركة أو هاي الدولة مثل إيش المواصفات العالمية عندهم، لضمان جودة عمليات التسويق
لتحديد اتجاهات العملاء والسوق التي تؤثر على المبيعات والربحية قبل وبعد التصدير. بتعرف أنا أفهم سلوك العميل، consumer behaviors مهم جدا، والتخطيط للنفاذ أوكي للأسواق العالمية. تمام، عشان هيك عندنا هلا أول شيء في أبليكيشن يتم معرفة رمز المنسق أو المنتج من خلال عدة مناصر الاتش اس كود. هلا الاتش اس كود اللي امبارح تكلمنا عنه اوكي، بعض الاخوان والاخوات اوريدي عرفوا الاتش اس كود، ولكن اللي ما لسه ما عرف، في ابلكيشن برنامج بتقدر تنزله بالموبايل لايجاد رمز المنتج من خلال البحث بالاتش اس كود، من خلال رمز المنسق اتش اس كود. طبعا هذه دقيقه بس، هذه الابلكيشنز هذه اللي بنزله على الموبايل ابلكيشن اوكي. غالبا انا يعني هذول اللي ممكن يساعدوك، اللي هي اول واحده والثانيه اوكي، الاولى والثانيه واخر واحده برضو، وفايند اتش اس كود اللي بالوسط اوكي. انا منزلها. مين افضل شيء بتشوفوا الريتس اللي هو تقييم الابليكيشن اوكي، تقييم الابليكيشنز بيعطيكم افضل شيء اوكي. انا منزل من زمان ابليكيشنز، واليوم نزلت ابليكيشن جديد اخرى اللي هو نزل معي اخر واحد بالاسفل اوكي، الاتش اس كودز اخر واحد، بس انا بنصحكم شوفوا اكثر واحد عليه ريت اللي هو مثلا والله 4.5 تقييمه. الهام الان يفترض الشريحه تغيرت، ما بعرف هل لسه عندك الشريحه نفسها هذيك؟ الصوره واضحه اخواني اخواتي، والصوت واضح عند الجميع صح؟ ما في اي تشويش صح استاذ؟ تمام، هل كل شيء واضح؟ اوكي بيرفكت اخواني اخواتي. بيهمني هاي ابلكيشنز تنزلوها، بتفيدكم كثير هذه اوكي. انا بحاول استخدم حتى تقنيه حديثه بهذا الموضوع اوكي، يعني ابلكيشن حلو خلص عد على الموبايل، بتصير تدور على اي منتج بدك اياه، بتعرف الاتش اس كود، ومن خلاله بتصير تعمل بحث، حتى بحث بالاي تي سي، او بدك تتواصل مع العملاء. احيانا انت بس تتواصل اصلا مع شركه باوروبا ولا بامريكا ولا حتى بدول عربيه، بصير بيسالك اعطيني رمز المنتج، لانه لغه دوليه هذه معتمده. وحتى على فكره اللي اشتغل بالتصدير على الفاتوره بكون مكتوب اصلا رمز المنتج باي ذا واي اوكي، لانه هو اللي بنفرض عليه جمارك، والبيانات الموجوده بكل الاي تي سي ماخوذه من جمارك لكل الدول، عشان هيك بنلاقي اسماء الشركات موجوده لانه اخذوا منها جمارك اوكي، بتلاقوا اسماء الشركات موجوده بالاي تي سي، لانه لما يصدروا المنتج لاي دوله اوكي بيسجلوا اسم الشركه المصدر ومين مستورد وقديش الضريبه. تمام، انا حشيل الصفحه اللي قدامي، حشيل مهندس وليد اوكي. مهندس وليد حاجي على اللي حكيته البذور اوكي، حاجي عليه، نعم حاجي عليه هلا اوكي. وانا اخواتي اول شيء ايش هو رمز المنسق بسموه، او رمز المنتج؟ ان رمز المنسق الاتش اس كود بسموه اصلا اختصار، الاتش اس اختصار ل هارمونايزد سيستم، هو نظام دولي موحد، هو نظام يصدر عن المنظمه العالميه للجمارك، وعلى فكره بيعملوا له ابديت كل فتره وفتره لانه بصير منتجات جديده في العالم. احنا كمصدرين لازم يكون هاي المعلومات عندنا اساسيه، حتى بيعملوا ابديت له باي ذا واي كل 5 سنوات. يمثل الرقمين، هسه الرقمين، اول رقمين رقم الفصل الاساسي، يعني مثلا اول، بينما يمثل كل رقمين بعديها زياده التشعب ودقه الوصف، كما تجد الإشارة
اوكي، الى ان كما تجدر الاشاره الى ان غالبيه المنتجات المدرجه تحت نظام المنافسه يتم تصنيفها بالشكل الدقيق على مستوى 6 ارقام، وفي بعض الاحيان 8. اوكي، ولكن احنا بشكل رئيسي معتمدين الستة. اوكي تمام. فعلى سبيل المثال رمز المنسق للبرتقال قديش؟ 0 8 0 5 1 0. يعني هذا الرمز بأن البرتقال بندرج تحت رقم قديش؟ 0 8. لاحظوا 0 8 اللي هو أول رقمين، هذه بيكون هذا فصل يندرج تحته فئة الفواكه والثمار الصالحة للأكل، قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام، هذا 0 8. بعديها باجي أنا في حين تعني الأربعة الأولى من يعني بعديها لما أضيف رقمين بأن البرتقال يندرج تحت تصنيف يعني لما أحط أول اثنين حكينا فواكه خضار صالحة للأكل قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام، ولكن لما أحط أول أربعة لاحظوا صار عندي حمضيات بس، أول أربعة حمضيات طازجة أو مجففة، ولكن إذا بحط أخرى اثنين باجي على برتقال تحديدا. أوكي، باجي كما يندرج منتج البرتقال أيضا إلى تصنيف الدق 6 أرقام مصنفة في نظام منسق برقم 080. لما أحكي أنا 08 05 10 لأي مستورد خارج الأردن حيعرف إنه برتقال. لما أنا بدي أتكلم عن الحمضيات بشكل عام طازجة أم مجففة أتكلم أول أربعة. أوكي، هلأ 8 ستنا إلهام هم بشكل رئيسي 6. أحياناً بتكون 8 وأحياناً 10. الأرقام بعد الستة اللي بعد الستة بتكون خاصة في الدولة بس، يعني مثلا الأردن بعد الصفر إذا في أرقام بتكون بتخص الأردن نفسها. أوكي، تصنيفها جماركها إشي داخلي ما إلنا إحنا فيه كمصدرين، تمام، ولكن هو يخص الدولة بترتيبها للمنتج. أوكي، بعض المنتجات بتكلموا عن بعض المنتجات إلها 8، تمام، يعني بنفس الترتيب اللي بنحكي فيه، ولكن هو المتعارف 6، متعارف عليه 6. هلا باجي انا اخواني اخواتي على اوكي، عندي رابط، بعرفش ان شاء الله يفتح معكم، دقيقه بس بدي اشارككم هذا الرابط ان شاء الله يفتح معكم. بالاضافه انه في ابلكيشن اعطيتكم انا رابط باللغه العربيه، بعرفش ان شاء الله يفتح، قولي اذا فتح معكم الرابط، بالله تفتح فيه، ارسلت على الشات لكم رابط، شيكوا لي بالله فتح الرابط ولا لا. اللي هو الملف اللي قدامي انا هو الرابط، ملف. اوكي اذا انا اوكي ما فتح برسله ايميل اذا بدكم اياه. اوكي، هلا هون البذور، هون الملف هذا بيعطيك هو رمز الاتش اس كود، يعني اوكي هذا اللي عرف الاتش اس كود تاعه واللي عرف يستخدم الابلكيشن خلص ما في داعي اصلا. هذا الملف بس برضه بيعطيك اوكي، بيعطيك يعني كثير زي البذور قدامنا. مين اللي سالني عن البذور؟ مين سالني عن البذور؟ اللي هو قدامك تاعت البذور حتى. اوكي، هاي لين فتح عندك لين الملف، لين الملف فتح عندك استاذ ايمن؟ تمام. انا فتح معي الملف وبعته على الواتساب جروب. شكرا كثير لك، كل احترام. نعم، هلا اخواني اخواتي هذا برضو باللغه العربيه، لانه البعض طلع سالني عن اللغه العربيه بدي كذا،
اوكي رمز المنتج زي ما هو قدامكم. لما نتكلم عن البذور برضه هون، هلا اول خطوه انا لازم اتعب شوي واطلع رمز المنتج تاعي. كل واحد لازم يعرف رمز المنتج تاعه 100%. تمام، انا هسه ما بقدر اعرف ل 80 واحد مثلا كل واحد رمز المنتج تاعه، ولكن انا اعطيتكم الادوات اللي تعرف رمز المنتج فيها. تمام، يعني هاي بذور طماطم الها كود. اوكي، هون بذور كراث الها كود. تمام، لاحظوا بذور فجل، بذور عندي البذور بشكل عام. يعني بطلع انا بالاعلى هون، اوكي كل ما طلعت يعني بشكل عام ملف كبير، هذا تقريبا شامل لجميع الاتش اس كود. اوكي 6 7 vegetables 8 fruit 9 coffee tea. اوكي هاي المهندسه اسماء، ابداعات اسماء. اوكي بتقول 06 تريز اوكي للاشجار، 07 للخضروات، 08 اللي بتبدا ب 08 للفواكه، 09 للكوفي. اوكي والعشرة الكوفي والقهوه 09، والعشرة للسيريال. عن جد ابداعات. اوكي ما شاء الله عليكم، ربنا يحماكم. اوكي ما شاء الله عليكم. تمام، خلينا سلام طراونة رافع ايدها، اكتبي يا ريت، هلا بعرفش اكتبي. نعم اوكي، هاي وليد ذكر كنا نستعمل هذه الارقام عند تقديم طلب تصريح الاستيراد. نعم احسنت، نعم دون ان نعرف انه اتش اس كود. جود جوب وليد، هذا بسمون اتش اس كود حبيبنا وليد، بنلاقيه على الفواتير. هلا عرفنا ايش الرقم الموجود عندنا. اوكي تمام، اوكي خليني، طبعا الملف كبير، ما دامه عندكم الملف يعني لقيته انا بصراحه على الجوجل عجبني، واتوقع انه شامل، ولكن لازم نعرف انه بصير تحديث عليهم. اوكي لازم نعرف انه بصير تحديث على الاتش اس كود كل فتره وفتره. اوكي تمام، خلينا هلا نيجي على الموقع. هلا انا هعمل حساب للجميع اللي ما عملوا حساب، حمشي على الخطوات انه بيهمني الكل يكون عنده حساب الاي تي سي. بعرف الاغلبيه عملوا حسابات، بعرف. نعم هاي المهندس احمد، نعم في عمليات التخليص الجمركي يتم استخدام الرقم وتتعامل معه الجمارك وليس اسم او 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 نعم صحيح، انا عندي ملف يستخدم في دوله الكويت. اوكي وهذا زميلنا المهندس احمد بقول انا بالجمارك ما بشوفه، والله بندوره حمراء صفراء، اعطيني الرقم. اوكي خلص الرقم هو متعارف عليه بالرقم. اوكي انا اوكي تمام، اشكرك مهندس احمد على الاضافه، ومهندس وليد والجميع حقيقه، اضافاتكم مشاركاتكم رائعه ايجابيه وفعاله. وانا يا اخواتي هسه بعرف انه الاغلبيه عملوا حسابات، ولكن البعض ما زال مو عامل حساب. انا حمشي على الخطوات انه كيف نعمل حساب احنا بالتريد مارك. تمام، يا ريت الكل يركز معي. نعم ايضا كوز للشركات المصدره لها. نعم احسنت مهندس وليد، يس اوكي هاي في ابداعات على الشات. اوكي اخواني اخواتي، هلا في على اليمين فوق لوج ان، اللي ما عملوا حساب اوكي خليكم معي، يعني خلينا نركز شوي هلا بعمل الحساب يا ريت. هلا حنسمع لكم جميعا بنهايه. اوكي تمام، هلا ريم الك حساب مني، محمد الك حساب مني، دونت وري. اوكي هي ريم ضبط معها من اللابتوب. اوكي مهندس ريم، مهندس محمد انا هلا بعطيك حساب جاهز، دونت وري. اوكي اخواني اخواتي، في كبسه لوج انفو على اليمين نكبس عليها، تمام اللي هي هذه، هي الاشاره، عامل اشاره عليها انا. اوكي اكبسوا عليها، بعديها حيجيكم زي هاي الصفحه اللي قدامكم. تمام نكبس ريجستر ناو. هلا اللي عنده حساب
يا ريت يفوت على حسابه، اللي عنده حساب يا ريت يدخل على الحساب. اوكي، اللي هو على الشمال بتدخل ايميلك وباسوردك، تمام؟ عملت ريجستر خلص، بعديها كل واحد يعبي البيانات، بيانات ما مش صعبه يعني، دخلوها بالانجليزي انتوا اريح يعني، ما حد دخلها بالعربي. وهذه حساباتي انا، هذه حساباتي انا ثلاثي، غير حساب عندي اكثر لسه، بس اللي بحب يستخدمها صوروها، صوروها اوكي، بحيث انا بيهمني انه يعني بستخدمهم انا بصراحه، هذول بعطيهم دائما للمتدربين على اساس انه يستفيدوا بشكل اسرع واضمن الكل عنده اكونت. اللي قدر يعمل حساب قدر، اللي ما قدر قدامكم. اول يوزر نيم ابو عباده 38، طبعا انا اسمي ابو عباده. الباسورد رند 2004، بنتي اسمها رند، اوكي. يوزر نيم ابو رند 31، اوكي اتياهو، هذا اليوزر نيم الثاني. الباسورد الثاني بالحرف الار كابيتال، اوكي. بعديها اليوزر نيم الثالث اي تي سي اناليسيس ترينر، برضه الي هذا الحساب جيميل، اوكي. الباسورد رند 2006 كابيتال. اللي ما عمل حساب استخدم حسابي عبين ما تعمل حساب، حتى لو بعد سنة عملت حساب استخدم حسابي عبين ما انت تعمل حساب، اوكي. ما عندي اي مشكلة، اوكي، لانه الموضوع بالنهاية فيه فائدة للجميع، اوكي، وربنا يسهل امور الجميع ان شاء الله. اهم شيء احنا بهمنا نحقق الهدف والاستفادة من هاي البرنامج التدريبي. تمام لهلأ، تمام. بدي اسمع انا، بدي لايك، لايك اللي هو لايك، تقدر تعمل ريز هاند. اللي عمل حساب او عمل لوج ان باحد حساباتي ارفع ايديكم، بدي اتاكد انه الكل عنده حساب، حتى لو استخدمت حسابي ارفع ايدك، يعني بيهمني اعمله اوكي، الكل يعمل اوكي انه دخل على الحساب، اوكي. بدي اشوف الكل، الله يسعدكم، تفاعلوا معنا على اساس نتاكد، لاني ما بدي امشي خطوه الا يكون احنا الاغلبيه مو عامل، مو رافع ايده يعني، مو عامل لايك او يكتب على الشات، اوكي تمام، بس يفضل ترفع الايد على اساس نعرف. ما بعرف، بس في معنا تو ريز هاند من مهندس، مو مشكله، امي كلهم عاملين ريز هاند، تمام. يعني بهمني انا هيك بس اتاكد يعني انه ارفع ايديكم، يا ريت الكل يرفع ايده. فاتن مو رفع ايدك، فادي، اوكي. فرح، هل ما عملتوا حساب مثلا؟ الطلاب، لا اخواني اخواتي، اللي عامل حساب يرفع ايده، اللي مو عامل يعني لهلا عندي انا 16 17 واحد رافعين ايديهم، تمام. وهي واحد بزقف اخرى، حلو، عجبني التزقيفه، اوكي. هلا اللي ما عمل حساب او ما قدر يفوت يرسل رساله على الشات، بس حاولوا قبل، حاولوا استخدموا اليوزر نيم والباسورد اللي ارسلت لكم اياهم. يا ريت ترفعوا ايديكم، اوكي. نعم، من اللابتوب افضل بلا شك. كيف التفعيل؟ بيرسلوا لك كود، ولكن اذا بتستخدم اليوزر نيم والباسورد تعوني بتعمل لوج ان مباشره، ما تعمل حساب. اذا اللي بيستخدم اليوزر نيم والباسورد يفوق يعمل لوج ان مباشره. التفعيل بيرسلوا لك انه كود، وبتعمل الكود رابط اكتيفيشن، اوكي. انا الحسابات هذه اخواني اخواتي عاملها بجوز اكثر من 3 سنوات ولا 4، اوكي، مش جديده عندي يعني هاي الحسابات، تمام. الكل عمل حساب، عمل حساب سهل. هاي هنا زان، نورا، عمل الحساب سهل، بيانات ثم ببعث رابط لتفعيل. هي بتقول سهل من خبرتها، اوكي. محمد حبيبنا القيسي، مهندسنا محمد القيسي، الحساب عمله سهل، بس جايك ايميلك. احيانا بيطول بس يرسلوا ايميل فقط، احيانا هم بس يرسلوا الايميل بيطول بصراحه، عشان انا اكسب الوقت. هي اعطيتكم يوزر نيم،
باسورد تقدر تستخدموهم الآن وتعملوا حساباتكم على راحتكم، لأنه بدنا نفوت اليوم إحنا على الموقع ونشتغل عليه كلياتنا مع بعض. ما بدي أكون أشتغل لحالي، بدي إياكم تكونوا معي بنفس الوقت نشتغل، أوكي، كلياتنا نشتغل على الحسابات مع بعض، يعني على موقع زوم، سوري، على موقع الاي تي سي. نعم، من خلال اختنا الهام، نعم، من خلال الايميل. يس، من خلال الايميل بيرسلوا الرابط بالايميل. احنا وين وصلنا؟ هنا. على اساس نبدا بالشغل على الاي تي سي مره ثانيه، وبدي الكل يكون متبع معي، لاني حشرح لكم اليوم التفصيل لكل كولومز موجود في الجدول، اوكي، بالاي تي سي، بيساعدنا نحلل السوق اكثر، اوكي، ونفهم الاسواق الدوليه اكثر، وبتعطينا ثقه اكثر انه نختار دول وشركات نتواصل معاها. اوكي، تمام. انا قبل، اوكي، تمام، خليني انا اروح افتح حسابي هلا. اوكي، خليني اتاكد مين ارسل ممكن سؤال. الهام تفضلي، اكيد ممكن اسالي، بس مهندسه الاء لو تفتح الزوم، لو تفتحي الميوت لهم يحكوا. اوكي، يكون افضل. عادي، يعطيك العافيه دكتور. سؤالي، لما تكون مثلا نحكي عن البندوره او البطاطا، في منها يكون اصناف وكل صنف يكون له استخدام، فكل استخدام يكون له كود؟ يعني مثلا البطاطا، في البطاطا المائده، في بطاطا الفريش مثلا الاصابع، في بطاطا التصنيعيه للشيبس، فهل نعم. كل واحده بيكون لها كود ولا هي نعم. تشمل نعم. البطاطا كلها؟ بيجوا هلا التصنيف اللي حكيتيه باربعه ديجيتس، بس لما تحطي اخرى اثنين بيجي تحديدا للمنتج اللي بدك اياه. تمام. الاربعه ممكن ياخذوا الاصناف اللي حكيتيهم هلا، مثلا الاربعه ديجيتس، بس احنا ما بنتعامل بالاربعه، احنا بدنا السته. هلا في طريقه ثانيه، اللي فتح حساب في طريقه ثانيه اني اعمل سيرش انا على المنتج. مثلا هلا حكيتي لنا البطاطا كمثال، اوكي، باجي اكبس على الادفانس سيرش. شايفين ادفانس سيرش هذه اللي على اليمين؟ هلا انا فاتح على الموقع، واضح عندكم جميعا؟ يس، واضح. اوكي، مع على الادفانس سيرش هذه بكبس عليها، مثلا بدي اكبس انا بوتيتو، مثلا بعمل سيرش. يعني هون هلا بس تكبسوا على الادفانس سيرش، جيتوا على الصفحه هذه ولا لا؟ اوكي، باقي انا دخلت انا دخلت الكود مباشره للبطاطا، جميل. بس انا هلا جيت هنا عملت سيرش، دقيقه، حاسس شيء عندي علق. دخلت البطاطا وطلع عندي 25 كود لل 25 صنف للبطاطا. نعم، اوكي، هلا 25 صنف، شوف الصنف اللي بدك اياه، اقرا التفاصيل. هلا انا طلع عندي 25 صنف، تمام. هلا في اصناف بتكون مثلا سويت بوتيتو، اوكي، في عندي بوتيتو، كل الانواع البطاطا موجوده. نعم، بختار حتى هون all countries مثلا، اوكي، او بختار والله مثلا الاردن، جوردن، اوكي، تمام. باجي الاردن مثلا، هاي الكودات اللي مستخدمه واضحه جدا، وبحدد انا، سوري الانترنت عندي شكله شويه لانه اعطاني اشاره. هلا بيهمني انا كل واحد يحدد الاتش اس كود، انا ما بقدر احدد لك الاتش اس كود تاعك، تمام، لانه منتجك، وبدك تعرف ايش منتجك وصفات منتجك،
اوكي، وبدك تعرف الاتش اس كود تاع المنتج. هسه لاحظوا هون بالاردن في عندنا اكثر من 6 ديجيتس، هاي خاصه في الاردن. تاع الجمارك بيعرف ايش هي، المختصين في الجمارك تمام، هم بيعرفوا ايش يعني هاي الارقام تمام. احنا مثلا بيهمني انا مثلا 07019 هادي اللي هو بتعطيني فريش مثلا بوتيتوز اوكي فور فود فريش تمام. يعني خلنا اقول الفريش انا اللي بتهمني هذه اللي هو 07019 كمثال. اوكي برجع مره ثانيه، برجع الهوم سيرش، برجع مره ثانيه اخذت الكود مثلا اللي بدي اياه انا وبرجع. اوكي لو سمحتوا تعملوا ميوت الله يسعدكم. اوكي اثنين اربعة ستة زان نورا، اذا نورا بتسأل اللي هو موضوع اثنين اربعة ستة، ممكن ادور على اثنين انا على رقمين، رقمين بيعطيني اصناف كثيرة. اوكي من خلال الاصناف هذه ممكن احدد انا بدور على صنف معين، زي ما حكينا الحمضيات مثلا قبل شوي تمام. اوكي هذه من خلال البحث اللي سألني هلا كيف نبحث من خلال ادفانس سيرش، هذه على اليمين لما كبستها انا كبست اللي هي التعرف لاين ليفل، هذه كبست هذه انا ما كبست التو فور سكس ديجيتس. لما ادور انا بدي ادور على منتج بحط اثنين بيطلع لي اصناف عديده مثلا من ضمن الحمضيات كمثال، ولكن على أربعة بيعطيني أقل عدد الأصناف، ستة بيعطيني البرتقال نفسه خلاص كمثال. أوكي برجع على الهوم أند سيرش، باجي اليوم مثلا بدي أحط أنا الديتس، الديتس اللي هو إيش اللي هي التمور تمام. بدنا نبحث اليوم شوية عن التمور ونشوف. أوكي تمام أوكي خلينا نبحث عن التمور. أوكي خلينا اليوم نعمل سيرج على التمور. أول شيء هلأ يفترض الكل بيشتغل من حسابه ولا لأ؟ يكتب لي على الشات، بهمني جدا الكل فاتح الحساب أساس خلينا نطبق عملي كلياتنا، ما بدي احكي لحالي انا من جهتي. اوكي بدي اياك انت تشتغل برضو تمام. اوكي بيرفكت اسماء وبيرفكت روم ريم مهندسة جنيت ووليد واخونا والجميع. اوكي بيرفكت تمام. هلا حطيت انا، هلا كل واحد يحط الرقم اللي بده اياه. اوكي يحطوا رمز المنسق للمنتج. اوكي رمز المنتج الخاص فيكم، الاتش اس كود الخاص في المنتج اللي بتبحثوا عنه. انا حطيت مثال اللي هو التمر. اوكي باجي بعديها، هلا انا اخترت بدي اشوف مين بيستورد تمر. انا كدوله بدي اصدر تمر، انا عندي تمر اوكي وانا بدي ادور على اسواق اوكي اساس اني اقدر ابيع التمر ل دول اوكي وبشركات في دول عالميه. اوكي ان كان في اوروبا بامريكا بدول عربيه تمام. هلا ممكن اختار ريجن، باي ذا واي ممكن اختار ريجن، انا بدي مثلا منطقه معينه. يعني هون لما احط انا ريجن، يعني انا اخترت الكانتري اوكي الكانتري بختار الدولي، ريجن ممكن اختار منطقه معينه انا تمام. اوكي مثلا والله بدي اسيا اوكي، بدي سنترال اند ايسترن يوروب، بدي كومون ماركت اوكي. هنا بيعطينا انديان كوميونيتي ديفلوبد ماركت ايكونوميز كرييتر تشاينا مغرب اوكي، مثلا دول المغرب العربي نورث امريكان. شوفوا لاحظوا نورث امريكان فري تريد اجريمنت نافتا، واحنا كاردن داخلين باتفاقيات كثيره التجاره الحره.
هاي مهمة برضو، احنا قلنا هاي معلومات برضو مهمة يكون عندنا، وهاي بنعرفها من وزارة وزارة التجارة والصناعة والتموين عندنا في الأردن، اوكي، ومن جدكو ومن غرفة صناعة عمان، في كثير مواقع بتساعدنا نعرف هاي الاتفاقيات. مثلا انا ممكن اشوف اتفاقيات عندنا في الأردن، هاي بتسهل علي طبعا، خلص انا بفوت على السوق في اتفاقيات بيننا وبينهم. اوكي، هون عندي South Asia Association for Regional Cooperations. اذا انا مو عارف بحكي بروح اعمل زياره لغرفه صناعه عمان، غرفه وزاره الصناعه والتجاره، بعمل زياره بعرف وين كل شيء موجود في الموقع عندهم. اوكي، كل شيء موجود في الموقع الاتفاقيات، ولكن زي ما قلت لكم اليوم حنتعمق اكثر في هذا الموقع. انا بتكلم عن المنتجات، ما راح اتكلم عن الخدمات. اوكي، مين اللي بيكون لعال ام الفاتح؟ مو عارف اخوي وليد، السؤال مش كتير واضح بالنسبه لي السؤال بصراحه. اوكي اخواني اخواتي، زي ما حكيت لكم ريجونال تختاروا المنطقه اللي احنا بدنا اياها. هلا حنتكلم عن احنا بدنا نختار الدول بشكل عام، ما راح نختار مثلا دول افريقيا، دول امريكا الشماليه مثلا، والله دول اتفاقيه نافتا، لا. اوكي، هلا انا بدي اجي زي ما حكينا اخترنا الديت الفريش، اوكي، بكبس على تريد انديكيتورز اللي هو هذه. هسه كل واحدة من هدول على فكرة بتعطيني مؤشر. اوكي، وهذه تريد انديكيتورز، ييرلي تايم سيريز، كوارترلي تايم سيريز، مانثلي، ممكن اخذ انا المبيعات العالمية كل شهر حتى والشركات. بس انا خليني اخذ نظرة عامة على السوق اول. اوكي، بدي اخذ نظرة عامة على سوق التمور في العالم، مين الدول اللي بتستورد التمور؟ لاني انا عندي مثلا عندي شركات، عندي مزارع، تمام، وبدي اصدر انا تمور، بدي اشوف صراحه دول اوكي بتحتاج التمور، وبالذات شهر رمضان بعد اسبوعين. اوكي، وبدي اتواصل مع شركات الامارات. اوكي، دقيقه. اوكي، اسماء، اوكي، اسماء جاوبت على السريع، قالت اكثر دول مستوردي للتمور اللي هي مين؟ الامارات. على السريع جاوبت اسماء، حكت على الشات، جود جوب اسماء، انا مبسوط جدا انه احنا صرنا نعرف، معناها جود ماركت بالنسبه لنا، وبالذات اخواننا واهلنا الاماراتيين. اوكي، وفي اتفاقيات، انا حسب معلومات انه في اتفاقيه تجاره حره، ما في ضرائب بيننا وبين الامارات. اوكي، هلا بيجي بعد الامارات الهند. من لاحظوا هلا احنا اخواني اخواتي حناخذ بريك 10 دقائق، تمام، بعد العشر دقائق حنتكلم عن كل كولوم بهدول، حنشرحهم كلياتهم. بس اللي سألني عن الضرائب بين الدول، آخر عمود هو الضرائب by the way اللي هو average tariffs. أوكي، آخر عمود بيعطينا قديش في جمارك للتمور بيننا وبين الدولة. مين جاوبوا لي قديش في الإمارات بيننا وبينها الضرائب؟ قديش في آخر عمود على الجهة على يميني أنا، آخر عمود قديش الضرائب؟ زيرو طارق، جود جوب طارق، جود جوب أسيل، جود جوب إلهام، جود جوب لين. أوكي رائعين. أوكي، ما في لأنه أنظمة ملكية، ما في لأنه في اتفاقيات. أوكي، جود علا، أوكي جود علا، رائعين. أوكي، حديثة، جود جوب حديثة. بوينت 11 حنتكلم عنها، هذه حنتكلم، لا البوينت 11 موضوع تاني دكتور حديثة. إحنا آخر كولوم اوكي، نعم، اتفاقيات، احسنتي على، في اتفاقيات وفي تبادل تجاري. وهنا مهم نعرف احنا ايش الدول اللي بيننا وبينها اتفاقيات، هاي بتسهل علينا حتى، وقانون مشترك.
وانا يا اخواتي حناخذ بريك الان، وكونوا جاهزين معنا، جيبوا ورقه وقلم عشان تسجلوا، لاني هحكي انا ملاحظات على كل عمود وحشرحه لكم بالتفصيل. ناخذ 10 دقائق وبنرجع بعد العشر دقائق زي ما اتفقنا، زي ما عملت الخطه المهندسه لا امبارح، انه بريك 10 دقائق وبنرجع. يعطيك العافيه، يعطيكم العافيه، كل احترام اخوي محمد. اوكي، واعلى نسبه حتتكلم عن اعلى نسبه 33، هاي نسبه ضرائب عاليه جدا اللي هي موروكو. موروكو حنتكلم. اوكي، حوقف هلا 10 دقائق من الان، يعني احنا 58 هلا. اوكي، احسبوا من الان. يعطيكم العافيه وشكرا كثير لكم، ابدعتوا. اوكي نعم، حيطلع 168 زان. اوكي، ودانيا. اوكي، وألا يو ار رايت، بس بالمليون لاحظوا. تمام، عشان هيك دائما احنا بنقرا العمود الاول بالمليون، او اذا كان سبع ارقام بليون. وليد حبيبنا هلا حنسمع لك، ولا يهمك سيدي، خليك بس شوي، الله يسعدك. اوكي، جود جوب اسماء. خلصنا من اول خمس، من فيرست فايف كولومز، اول خمس امدان بيعطون بخلوني اعرف انا قديش الطلب والعرض. طبعا قريب جدا من الواقع، ما بنقول احنا 100% بالواقع هذا، ولكن قريب جدا بالواقع. بخليني اعرف والله مثلا الدوله هذه التريد بالانس مبين انه هم بحاجه. اوكي، يعني امريكا مثلا لو تلاحظوا مثلا عندنا الرقم مثلا كثير في يعني عندهم تصدير برضه، مش بس بيستوردوا. تمام، عندنا ننظر طبعا احنا عندنا حتى الاردن. اوكي، حتى الاردن عندنا شبيه وضعها بامريكا، على الرغم انه احنا بنستورد ولكن عندنا تصدير عالي جدا. لاحظوا الاردن ما عندنا بالماينس بالاحمر، لا، لانه احنا دوله منتجه للتمور. اوكي، في مجال نفتح المايك للجميع؟ يس استاذ، يعني انا لسه كنت والله بدي احكي انه هيني انا فتحت المايك للكل، ومعنا مداخل المهندس وليد. تفضل مهندسنا وحبيبنا وليد. الله يسعدك يبارك فيك، ما قصرت اول ومشكور. انا سالت عن امريكا لانه الرقمين موجبات، فشو تفسير بينما الارقام يعني ما في عندهم تصدير، يعني عندهم الرقم بالاسود والثاني بالاسود اللي هو العمود الثاني. العمود الثاني، نعم يا سيدي، هذا الامبورت سي دي ناقص اكسبورت بيعطيك هذا الرقم. تمام، امبورت ناقص اكسبورت ناقص امبورت بيعطينا هذا الرقم. نعم، يعني ما بقول بالاحمر. نعم، بالاحمر ناقص معناها ناقص، معناها يعني مثلا لو اخذنا اي دوله على سبيل المثال الهند. اوكي، الهند. نعم، الهند صدرت استوردت 198. نعم، كم صدرت؟ كم صدرت؟ ناقص 187239. إذن هذا اللي 187 اللي هذا العمود الثاني، هذا اللي صدرته، هذا فعليا السوق بحاجه له. هذا حجم السوق، هذا حجم السوق، يعني الفعلي خلينا نحكي، لانه الفرق ما بين ال 188 وال 187. اوكي، حتلاقي هذا الفرق هم صدروه. يعني رقم اثنين اللي هو الاحتياج الفعلي. نعم، خلينا نقول الاحتياج الفعلي، يعني احنا لما قلنا اليمن كمثال، جبنا اليمن على اساس نوضحها. اوكي، او قطر، خلينا نحكي على قطر هي الهند اسهل، لانه انا عندي خلينا نحكي على قطر، اخر دوله هيني حاطها تحت مبينه هنا. نعم، او تحت الاردن. قطر قديش هي صدرت؟ هو مش ظاهر عندي. قطر بعرف والله كم، مش ظاهر عندي. حوالي 20,000. 20,166,000 استوردت. قديش صدرت؟ 20,166,000. لا ولا صفر ولا شيء. صفر. يس، يعني العمود الثاني هو التصدير. العمود الثاني هو يعني الاخوات قاعدين بيكتبوا على الشات مصطلحات اللي هي تريد بالانس بنسميه احنا.
انا جاوبت عليه ببساطه اللي هو الامبورت نفس التجاري يعني. نعم احسنت. خلاص وصل. اوكي الميزان التجاري نعم احسنتم يس كاتبين مصطلحات علميه. اوكي طيب لو طبقنا الميزان التجاري على امريكا شو بصير؟ كيف؟ لو طبقنا هذا الكلام انه الميزان التجاري 6000 اللي هي على امريكا. نعم. اثنين موجب، شو تفسيرها على موضوع الميزان التجاري؟ معناها هي ان هم استوردوا قديش؟ هم استوردوا 68 مليون و286 سوري 68 مليون و286 ولكن عندهم تصدير عالي جدا لانه هم عندهم انتاج وبصدروا. نعم نعم خلاص وصلت. نعم شكرا تمام سيدي اشكرك جدا على سؤالك مهندس وليد. وطبعا انت مهندس وليد شوف برضه بكون عندك اكتفاء بقول لك يعني هنا في اجابات على الشات رائعه ومشاركات رائعه حقيقه من الجميع. اوكي نيجي على هلا حكينا احنا الاول خمس first five columns اوكي بيساعدونا كثير بتحليل الطلب والعرض عشان نروح اكثر ديتيلز اكثر ديب خلينا نتعمق اكثر ب مثلا والله مثلا هلا ممكن انا بالنظره الاولى اوكي بدي الامارات او الهند او موروكو خلينا نيجي على 1 2 3 4 5 خلينا نقول السته الاعمده الثانيه اوكي هلا باجي على الافريج انيوال جروث الافريج سوري الانيوال جروث ان فاليو هلا احنا اخذنا بناخذ خمس سنوات تمام بناخذ الخمس سنوات اوكي وبيعطيني قديش في نسبه بالجروث في الامارات اوكي بالانيوال جروث عندهم بالخمس سنوات اوكي من 2015 ل 2019 اوكي بالاربع سنوات 15 16 17 18 19 اوكي باخذوا خمس سنوات تمام النمو السنوي نعم اوكي نعم النمو السنوي عندهم قديش اوكي 28% اوكي قديش بيعطينا انه في عندهم نمو ممتاز وعالي جدا الطلب على بالسوق عندهم اوكي بادي اخذ انا نفس الشيء بالهند 2% اوكي باجي باخذ مثلا موروكو عندهم 15% هذا عندي النمو عشان اجي اتاكد انا اكثر اوكي باجي بنظر على الانيوال جروث هسه هون الفاليو طبعا الفاليو اللي هي بالدولار بدي اشوف انا الكوانتيتي هون هلا من 15 الكوانتيتي برضو عندهم نسبه عاليه برضو 21 بالامارات تمام يعني خلينا نقول في عندهم طلب عالي جدا وبتزايد اوكي باجي بعديها على العمود الثالث من الجزء الثاني الانيوال جروث ان فاليو بتوين هلا جينا اخذنا احنا حتى الانيوال جروث بسنه واحده من 18 ل 19 لاحظوا بسنتين اوكي سنه 18 وسنه 19 فقط اوكي طلعت معنا قديش هاي الكل بيكتب ما شاء الله تفاعلكم رائع اوكي عندي 280% لاحظوا قديش عندنا الجروث السوق كثير قاعد باخذ وبحتاج للتمور بشكل كبير جدا ولكن لما ننظر احنا للناقص لاحظوا لو نظرنا للهند انه الهند صح عندنا الانيوال جروث خلال الخمس سنوات السابقه 2 ولكن بسنتين باخر سنتين ايش صار فيه؟ ضل طالع السوق ولا نزل؟ مين يقول لي عشات اب ولا داون؟ اب نزل نعم جود جوب اسماء نزل نعم اوكي نازل السوق بدنا نعرف ليش هل هم صاروا
يعتمدوا على الانتاج المحلي، اوكي مؤشر. ونفس الشيء على رغم مروكو انه الخمس سنوات السابقه اوكي في عندهم 11% من نسبه الزياده في الطلب، خلينا نسميها، الا انه باخر سنتين ب 18 19 كان في دروب داون بالسوق عندهم. اوكي الامارات قديش؟ لو جيت سالت انا بديش اقول الامارات اساسا نغير، بدي اقول الكويت قديش عندها شير، قديش حصتها بتستورد مقارنه في العالم؟ الكويت قديش تستورد؟ نعم، قديش حصتها السوقيه، خلينا نقول قديش ماخذه؟ 1.7. يس الهام، يس زين. اسماء 11 اللي هي الانيوال جروث تاعها، اوكي الانيوال جروث، اوكي للسنتين 2018 19. هلا اوكي جود جوب، اوكي كلير. هلا بنيجي على العمود اللي بعده اللي هو الافريج ديستانس اوف سبلاينج كانتريز، قديش المسافه بالكيلو، قديش المسافه، يعني هون بيعطيكم المسافات في الكيلو ما بين الدول. هاي بتعطينا احنا مؤشر اني انا لما اصدر منتجي والله دوله قريبه علي، هاي يعني ممكن انا احيانا انا بدي ادور على دوله قريبه، ما بدي دوله بعيده. يعني انا المعيار عندي الان بالبحث بدي دوله قريبه بالدرجه الاولى، بعدين اشوف سوقها. اوكي مثلا انا بدي ادور على دوله مثلا لحد 2000 كيلو، لحد 2000 كيلو مقدور عليها هذه، ما هي بال 2000 كيلو نحكي بدهن 8 ساعات بالسياره اوكي او بالتريلا، ل 10 ساعات بالكثير. مثلا الكويت اقرب شيء مثلا، اوكي عندي حتى الامارات ما هي الخليج كله قريب، معدل 1500 بتكون جوا اي دوله خليجيه. اوكي الكويت مثلا 840، يس اوكي جود جوب، اوكي 800 قريبه جدا منا. دكتور معلش سؤال. تفضل الدكتور. حساب المسافه ممكن انه اني احسب كم تكلفه النقل تكون من ضمن الجدوى؟ نعم. يعني نعم انت بهي ولا ما لها دخل؟ الها هلا هون بتيجي موضوع اني انا مثلا الان احنا ظروفنا ما بتسمح لنا نصدر مثلا على امريكا او على كندا كمثال، احنا بدنا شيء قريب، في شاحنه بنعرفها اوكي وممكن يودونا البضاعه بالشاحنه بثلاجي، وعندنا معارف، خلاص بدنا نودي شحنه. او الان مثلا صح لي زبون في الكويت انا اوكي، او احنا ما بدنا نروح بعيد اوكي، اكيد المسافه طبعا بتكلف فلوس برضو. طبعا لما اشحن على الكويت انا تكلفتي انا للشحن مو زي لما ابحث مثلا اوكي لدولي، يعني هاي تعتمد حسب هلا احنا كشركه ايش بدنا وايش بنبغى. يعني هذه تعتمد على احنا كشركه، بهمنا في شركات ما بهمها، عفوا يعني بامريكا اعطونا زبون وبنشحن مثلا اوكي، لانه احيانا ممكن تكون التكاليف علينا، التكاليف هم بيدفعوا الشحن عليهم حسب اتفاقيات اللي هي اتفاقيات موضوع الشحن اوكي. بس هذه تعتمد على الشركه، تعتمد على المصدر، ولكن احنا بنتكلم عن افضل الاسواق الان اوكي. هلا لما افكر انا يعني على سبيل المثال بالكويت او ايطاليا، الان مثلا احد الاخوان او الاخوات كتبوا ايطاليا قريبه علينا، خلص انا لما اجي افكر بالسوق الايطالي او الكويت، هذه ممكن ان اودي شحنه انا الاسبوع الجاي ابيع اوكي، اذا لقيت انا عميل وتكون واصله حتى بالكويت، وبتكون واصلة حتى، والله أنا عندي تمور بدي أوديها بشهر رمضان، إذا بدي أودي على أمريكا بيجوز تقعد أسبوع الشحنة مثلا بالطريق وعبين ما توصل وعبين هذا، أنا بدي إشي مثلا قبل رمضان يوصل للسوق أحيانا، عشان هيك تعتمد على نعم يعني جدوى. مثلا دكتور حديثة بتكلم مثلا عن أهم الجدوى الاقتصادية، مقارنة السعر بالتكلفة أوكي، تعتمد على عوامل كثيرة
اوكي قلت لكم انا ممكن بدي اودي هلا بالدنيا رمضان، اوكي خليني اعمل لي ممكن نعمل حمله الاسبوع هذا احنا مثلا على اكثر من دوله، ايطاليا والكويت والبحرين وقطر، واذا لقينا زباين ممكن نودي الشحنه، يعني معنا وقت نوديها حتى بتوصل قبل رمضان اخرى. اوكي يعني هذه ميزه مثلا انا هسه اذا بدي افكر، وممكن تكون سبب مالي، ممكن تكون ما عندنا القدره، عندنا القدرة إحنا، ظروف التخزين، عوامل كثيرة تأخذ بالاعتبار. أوكي أحسنتم. باجي هلأ إخواني أخواتي على العمود اللي قبل الأخير، الconcentration of supplying countries. تمام، مين يقول لي إيش يعني لو سألتكم أنا سؤال perfect competition؟ أوكي مين يقول لي إيش perfect competition؟ أو مين يحكي لي إيش المنافسة بنسميها هسه هون الـ concentration of supplying countries بتفرجيني قديش درجة المنافسة في هذا السوق، قديش يعني في قوة بالمنافسة أوكي بهذا السوق. تمام، كل ما عندي، كل ما قلت النسبة كل ما كانت المنافسة perfect competition. أوكي كل ما تركيز المنافسة من تركيز المنافس إيش تكيز المنافسة، أوكي اللي هي تركيز المنافسة على هذا السوق من الموردين، يعني خلنا نقول لما نكون إحنا perfect competitions سهل نفوت السوق ولا لا؟ نعم يعني اوكي بيرفكت يس. اخواني اخواتي كل ما قل الرقم، كل ما كانت المنافسه قليله جدا بالسوق، كل ما كانت المنافسه قليله جدا في السوق. اوكي كل ما زاد الرقم كل ما زادت درجه المنافسه. اوكي نيبال سيئه اوكي خلي وين نيبال اشوفها اوكي وينها اوكي خليني ابحث عنها اشوف قديش فيها المنافسه. اوكي قديش فيها المنافسه، مين اللي قال نيبال؟ اوكي هلا كيف يتم حسابها؟ اوكي هلا احنا ما راح نخوض بتفاصيل الرياضيات والحساب تمام، ولكن اللي عنده وبحب مثلا الرياضيات والحساب تكبس على هذه، هي المعادله تاعتها اللي هي المعادله تاعتها تمام، اللي بده المعادله هيها قدامك المعادله تاعتها تمام، احسبها اوكي احسبها وبتعرف كيف بتطلع تمام، تكبس على هذه اللي هي الصفرة العلامة التعجب تطلع لك كيف تنحسب أوكي، ولكن مؤشر حلو يعطينا مؤشر حلو إنه concentrated كل ما كانت كديش درجة التركيز في على السوق هذا أوكي تنقسم نعم. هلأ إخواني أخواتي طبعا إحنا عوامل كتير بتلعب دور، هذه أحد العناصر ومهمة اوكي، واحنا ما نكتفي برضه من خلال البحث اللي بنعمله هون حتى، يعني هذه بتعطينا مؤشر اوكي، بنختار من هاي التحليل ثلاث دول وبكل دوله ممكن ثلاث شركات، بعديها بدنا نعمل تحليل اكثر، مش انه خلص والله يلا بدي اتواصل معاهم الشركات، لا خلص بحط انا هدول عندي تارجت وباجي بعمل خطتي، بعديها بعمل دراسه للسوق، بعمل قديش المسافة بيني وبين هاي الدول، قديش التكلفة لما أصدر على كندا، كندا عندي آخر عمود حكينا إيش اللي هي التارفس اللي هي الجمارك التقريبية تمام، كندا قديش الجمارك بيننا وبينهم، وماليزيا كندا وماليزيا مين يجاوبني على الشات؟ صفر، معناها هاي جود ماركتس بالنسبة إلي وإلنا جميعا، ورمضان ضايل أسبوعين إحنا ممكن نفكر في سوق ماليزيا وكندا حتى والكويت،
كثلاث دول يعني. ليش؟ بهمنا برضو ما في جمارك، وأندونيسيا أخرى ما في جمارك، لا أندونيسيا، كندا ما في جمارك، أندونيسيا جمارك عالية بيننا وبينهم، أوكي؟ يعني هذه بتهمنا، بتهمنا، إحنا بدنا نوفر تكاليف علينا برضو، أوكي؟ هون بيجي يعني عندي عمان ما في جمارك، ليه ما أفكر أنا؟ أوكي بس التخزين ومسافة بتفرق يعني. نعم أحسنت أخوي محمد، أنا شركة صغيرة ما لحمل تكاليف، عشان هيك خلينا أفكر أنا بعمان والكويت مثلا، أو أنا بتفاوض. هون بيجي التفاوض إخواني أخواتي، وأنا أخواتي أنا قدمت دورات لأكثر من 10,000 شخص في حياتي المهنية، تمام. هلا في شيء دورة بقدمها، التفاوض من أجل التصدير. هلا بتعتمد هلا في تخزين صحيح، بس برضو في طريقة للبيع، إنه أنا عندي التمر وهذا سعره، وأنت بتتحمل يا مستورد، أوكي، أنت بتتحمل كل شيء، أنت بتيجي تأخذه من عندي من المزرعة، أنا بسلمك إياه من المزرعة، والمصاريف الثانية كلها عليك. نعم، هنا بتيجي على التفاوض. ليش انك انت برضو، ليش افكر انا هذه احد طرق البيع اني انا اتحمل المصاريف حسب نوع، اوكي، بسموها بالشحن هذه، اوكي، البيع من 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 عندي من مزرعتي، اوكي، من عند يعني، خلص هو بدفع لي من ارضي، اوكي، والمصاريف الثانيه على المستورد. وفي طرق ثانيه، اوكي، اللي هو انا بتحمل المصاريف كامله للميناء الدوله المستورده، حسب نوع. وهنا بتيجي قوه ومهارات التفاوض، اوكي، هاي بتيجي اللي احسنت زين، اوكي، لي اكس وارك اف او بي سي اي سي اي اف سي او اف، اوكي، فري اون بورد، اوكي، تشارج ان فرايت، هاي التفاصيل كلياتها مهمة نعرفها إحنا، أوكي. وهنا بتيجي بعد ما نحدد ثلاث دول نعمل بعديها تحليل آخر، أوكي. وأنا أخواتي طبعاً عنا زي ما حكينا إحنا، خلينا الآن شيء تاني، شايفين other ITC tools هذه؟ شايفين هذه؟ خلينا ننتقل على شيء تاني. طبعاً قبل ما أنتقل على شيء تاني، tool تانية، أداة تانية مهمة، اوكي، في ماركت اكسس ماب، قبل ما اجي عليها، في هنا تريد انديكيتورز، ممكن اختار انا ييرلي تايم سيريز، بدي اشوف السوق الطلب والعرض على سنوات، او كوارترلي كل ربع سنه، او شهري، او حسب الشركات، تمام. وهنا باي كانتري مثلا، اوكي، باي برودكت، حسب بالمنتج، تمام. هلا انا بدي اجي other ITC tools، شايفين ان هدول كلهن tools حلوات كتير، نفس هذه التول، نفس الاداه اللي قدامنا اللي تعرفنا عليها، اوكي. اليوم حناخذ التول الثانيه، market access map اسمها، نكبس عليها market access map، نعم، اوكي، يمكن يجي مستثمر اجنبي، اوكي، حسب الان، هو حسب الاتفاقيات مع في شركات كبيره، انت بس تبيع لشركه كبيره، عفوا، بكندا، هم بكون لهم اصلا هنا لهم شركات، بتعاملوا مع شركات شحن وعندهم خبره طويله بهذا الموضوع، تمام. عشان هيك، وانا اخواتي بالماركت اكسس ماب، جينا على الماركت اكسس ماب، اوكي، بالماركت اكسس ماب بدي اجي اشوف انا بدي اصدر تمر انا لكندا مثلا او الكويت، اوكي، باجي بختار الاكسبورتنج كانتري جوردن، وباجي بختار كندا مثلا، بدي اصدر لكندا، اعطوني الديتس، حكينا الديتس قديش الرقم، اوكي، بدي افترض هذا الديتس، اخواني اخواتي،
حطيت انا الان بالماركت اكسس ماب حطيت اكسبورتنج كانتري الاردن والديستنيشن كانتري الدوله اللي بدي اودي عليها انا كندا. بدي اشوف هلا هذه بتفيدني اذا في شهادات صحيه، اذا في اتفاقيات بيننا وبين الدوله هذه اللي ديستنيشن كانتري. باجي باك بالسيرش وممكن يعطيني حتى تفاصيل مهمه ثانيه. اوكي اعطاني هنا الضريبه والتاريفز قديش قدامكم هون، اعطاني هلا بيعطيني تفاصيل اكثر قديش في ضريبه صفر تمام. اعطاني هنا اخواني اخواتي امبورت ريكويرمنتس في متطلبات. اوكي لما انا اجي اصدر منتجات لكندا تمام، هنا exporter from Jordan HS revision في اتفاقيات بيننا وبين كندا. اوكي هذه لازم انا اطلع عليها كلها. اه labeling label اوكي كيف بطلبوه هم تمام، label للبرودكتس. هنا باجي بكبس على هذه بيطلع لي بعض الوثائق حتى. اوكي بيطلع لي بعض الوثائق هذا الحكي، بس احدد ثلاث دول انا بدي اعمل further اوكي research about each country. هلا هون لما انا اصدر اكل او دواء اوكي لدوله كندا بطلبوا مني بعض الشهادات اللي لازم انا اوفرها اوكي، وبعض الامور المهمه جدا اوكي لازم تتوفر. اوكي لازم طبعا هي سهل توفرها ولكن لازم نشتغل عليها، لازم نشتغل عليها. اوكي بدهم مثلا هنا مثلا بكونوا حاطين تفاصيل دقيقه جدا للشغلات اللي هم بيطلبوها من دوله لدوله، طبعا الوضع بيختلف. اوكي هذا وين بالماركت اكسس ماب. اوكي طب دكتور تفضلي بدي اسال اذا سمحت هلا هل هذا الإشي كمان بيعتمد على الشخص المصدر والشخص اللي بيستورد من هناك؟ يعني الشركة اللي هناك مثلا تستقبل الإشي إنها هي تطلب مني هاي الأوراق أو إنها هي تعملها في دولتها؟ ممكن ممكن نعم هنا هاي كلها بتتفاوض هلا والإبداعات نعم ممكن. وأنا لسه هلا حاعطيكم موقع تاني بيساعدكم تعطيكم هاي الشهادات. أنا حاعطيكم موقع موقع اليوم أو بكرة حنأخذه اللي هو sustainability. هذا الموقع بتحطوا اسم المنتج بيحكي لكم انه هاي الشهادات وهو ممكن تاخذوهن منهم. اوكي يعني هون انا لما جيت على سبيل المثال الكويت اوكي ليش دائما regulatory يعني دائما هسه انا هون import requirements apply to this products. دائما الاكل بالذات الامور هذه اوكي احيانا بطلبوا بعض الاوراق ولكن بتكون اوراق هذه روتينيه خلص مره واحده انا بجيبها وبعديها خلص بتكون يعني باكجينج يعني حاكي لي مثلا هون بالباكجينج انا بس اغلفها. هذه ممكن اصلا هذه احيانا شركه الشحن هي بتساعدك فيها. في شركات شحن بقول لك ما عليك هاي الاوراق عندنا. فهمت عليك هي بتكون وسيط يعني خلص في شركات شحن حسب شركات في شركات شحن بس لها دخل تودي البضاعة. في شركات شحن اعطيها البضاعة واحنا بنأمن لك الاوراق والبوليصة والتفاصيل كلها. هو أوكي. بالمعظم هيك صح خصوصا اذا كانت شركات كبيرة. نعم نعم احسنت يس عشان هيك بكونوا عارفين التفاصيل وعارفين من وين يجيبوا الاوراق هم بيطلعوا لكم اياها يعني بكونوا عارفين اوكي والموضوع بالنسبة لهم هاي كلها اتفاقيات بتكون يعني هذه الورقة هلا legislation title Gulf Corporations Council GCC Regional Major Qatar Decisions of Ministry يعني هذا قرار صادر بال 2018 اوكي انه لازم مثلا يوفروا اللي هي الدوكيومنتس. هون مثلا شوفي هون الدوكيومنتس وانا اخواتي بتعطيني التفاصيل حاطين كل الاتفاقيات مكتوبه قرار. مين يقرا لي شويه قرار ايش؟ قرار وزير البلدية والبيئة نعم بسنة 2018
بعد الاطلاع على القانون. هلأ أنا بطلع بكون متنور هسه مع الأيام، أنا كمصدر خلاص هاي الأوراق تكون عندي روتينية، أول مرة بتعب بجيبها وسهل توفرها، يعني مش أنا أول مرة، مش أول واحد ولا آخر واحد بدي أصدر. أوكي، هاي الأوراق أنا بجيبها أول مرة وخلاص، بعدها بتصير عندي دائما موجودة عندي بالملف، كل ما بدنا نصدر بنعطيها ل مثلا شركة الشحن جاهزة. أوكي، وبنعرف كيف عملية الباكينج بدها تصير على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وحسب هذا القرار ب 2018 مثلا. اوكي، اللي هو هنا الرقم الثلاجي. اوكي، عنوان اللائحة اللحوم المجهزة. اوكي، ايش بدهم مثلا؟ اوكي، عنوان اللائحة باللغة الإنجليزية. اوكي، البسكويت. هسه هون بدنا نشوف احنا التمور العضوية الكاملة المعبأة مثلا. اوكي، رقم اللائحة، دقائق، رقائق الحبوب حسب كل منتج. الآن هون حاطين أكثر من، ممكن التمور ما يكون موجود بينها مثلا. اوكي، اللحوم المجهزة هسه هم حاطين هذه لأكثر من منتج، لاحظوا هذه. هسه بالبداية أنا كمصدر بالبداية بدي أشتغل شوي وأتعب وأسأل وأعمل علاقات. أوكي، وأشوف مثلا شركات الشحن أتواصل معها وأشوف في أوراق بوفر لي إياها المستورد أحيانا هو بدعمني فيها. أوكي، بس هاي الأمور مهمة جدا نكون إحنا مطلعين عليها. إحنا هنا وين بنصير نشتغل على التفاصيل هذه؟ لما نحدد ثلاث دول وكل دولة ثلاث شركات كمثال، صار عندنا تسع شركات بثلاث دول، وعندي المنتج تاعي. هسا منتج التمور له متطلبات، في منتجات ما لها متطلبات شيء، مش كل منتج له متطلب. غالبا البندورة ما لها متطلبات غالبا. اوكي، يعني البندورة يعني مش زي مثلا تعتمد على بشكل عام على المنتج وعلى الدول واتفاقيات. اوكي، لما اجي احط هنا انا مثلا توميتو كمثال، بدي اشوف مثلا شو التوميتو بيطلع لي، بدي الستة ديجيتس، دائما انا باخذ الستة ديجيتس بس ابحث. مثلا جيت خليت انا الاردن والكويت كمصدر الاردن، اوكي، ومستورد الكويت، عملت سيرش اوكي على البندورة، اعطاني الضرائب ما في شيء. اوكي، برضو اعطاني سيستم ابروتش. هسه في اوراق هاي لازم اقراها انا اعرف ايش هي، الماركتينج، الماركينج ريكويرمنت، الباكجينج ريكويرمنت، كيف بدها التغليف. اوكي، التبريد، درجه البروده والحراره. اوكي، يعني كل هذه امور لازم ناخذها بالاعتبار. اوكي، لما اجي انا احط كمثال، خلينا نشوف احنا موروكو شفنا انه في، او اندونيسيا اوكي شفنا انه في ضرائب مثلا، نشوف قديش معدل الضرائب اللي هي بيننا وبين مين. نعمل سيرش بس. اوكي، هنا مثلا قديش طلع عندنا الضرائب بيننا وبين اندونيسيا. اوكي، في ضرائب. اوكي، ولازم هنا معناها لازم ابحث انا بموضوع الضرائب واشوف الضرائب من ناحيه التكلفه عليا. اوكي، 5%، وفي برضه لسه هذه التعرف، وهذه الكاستوم ديوتي الجمارك. اوكي، اون امبورتس. اوكي، وهذه بيعتبروها الكاستوم ذات از اكتشوالي تشارج اون امبورت، بليز اولسو نوت ذات وين. اوكي، اخواني اخواتي، حاب اسمع منكم هلا اسئله. اختنا امبارح، مين المبدعه اللي حكت امبارح؟ حابين نسمع منها احنا. بعرفش، نسينا حالنا بالوقت. اوكي، المحاضره عن جد ممتعه وتفاعلكم حلو. حناخذ لسه احنا sustainability map. اوكي، وحناخذ بعض الاستراتيجيات تتعلق في التسويق الدولي. تمام،
بس ان شاء الله بعرف حاب اسمع منكم هلا كيف شايفين الامور اوكي، وحاب اسمع اسئله برضو. تفضلوا دكتور. انا عندي سؤال. جو اهيد. انه بالنسبه هلا للاستيراد والتصدير، الانظمه والقوانين وهي الاشياء، هلا مثلا بحس انه صار انه في اسهل كونه على مستوى الافراد مش على مستوى الشركات او المحلات، يعني مثلا زي المواقع الالكترونيه الصينيه وحتى الاوروبيه وهيك والاي باي والى اخره. يعني هلا هاي كله بيكون يعني زي كانه اتفاقيات، بس التاجر بشحن والمستورد هو باخذ الشيء يعني وبدفع جمرك وكل شيء، بيكون مسؤول عن كل شيء باقي. نعم، هنا هلا الامور بسيطه مع هاي الاشياء. هلا رقيه، انت يعني اختنا رقيه الان هنا تكتيك، هذا بنسميه تكتيك اوكي، استراتيجيه تسويقيه اوكي. انت الان عملت استراتيجيه تسويقيه تسوقي لمنتجك من خلال هاي القنوات. انا اشتغلت مع الاي باي اوكي، انا بعت بالاي باي واشتريت من الاي باي، وهذا الحكي لما كنت عايش في امريكا، هذا الحكي من 2006 اوكي، وانا اشتغل على الاي باي في مواقع كثيره هلا زي ما تفضلتي علي بابا اوكي. هذا استراتيجيه، انت اخترتي هاي القناه اوكي انك تعرضي منتجك فيها، تمام. واحد ثاني لا، بده يجي يعمل حمله اعلانيه بالسوشيال ميديا، واحد ثاني بده يجي يعمل حمله اعلانيه بالسوشيال ميديا اوكي. بنرجع على مره ثانيه، ارجع على واحد ثاني بده يجي يعمل حمله اعلانيه بالسوشيال ميديا اوكي، وبالسوشيال ميديا بده يحط التارجت، وانتم عارفين بس اعمل انا حمله اعلانيه بالسوشيال ميديا، بختار وين 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 التارجت تاعي. مثلا دعم الحمله اعلانيه مثلا بامريكا للتمر او بماليزيا، بحيث انه الفيسبوك يوزرز بس بيفتحوا على بيشوفوا اعلاني، ما راح حدا يشوفه بالاردن، اللي هو التارجت ماركت قصدي تاعي. واحد ثالث ممكن من خلال الايميل ماركتينج. هلا هنا سؤالك ذكي وطرحك ذكي، هون بتيجي الاستراتيجيات التسويقيه. الان انا ايش بدي استخدم؟ واحد ثاني ممكن يستخدم اني انا بدي استخدم استراتيجيه التسويق الالكتروني اوكي، وبدي استخدم تكتيك الايميلات. احنا حكي ما بده يرد على ايمن اوكي، بده ياخذ 100 شركه من كل دوله، من كل دوله 100 شركه، ويجمع هاي ال 100 شركه يصير عنده 1000 شركه، ويرسل ايميل واحد لل 1000 شركه. طبعا بحط كل اسماء الشركات تحت اسم واحد، ويرسل ايميل ماركتينج، يستخدم تكتيك التواصل مع السوق العالمي وتقديم عروض لهم عن من خلال الايميل، انه احنا هاي الشركه الاردنيه اوكي، وعندنا مثلا هذا المنتج. طبعا التسويق هنا بتيجي، انا كيف بدي اخترق السوق الدولي؟ ممكن من خلال علاقات، انا من خلال علاقاتي الموجوده اوكي. انا لا بدي استخدم الايميل، ولا بدي استخدم السوشيال ميديا اوكي. الو فلان كيفك؟ الك عموله عندي، شوف لي حدا يشتري التمر عندي، لانه عندنا وعندكم ما في ضرائب اوكي، والسوق فيه بروميسينج كثير، احكي لك بدنا نشغلك عندنا على العموله، شو رايك؟ اوكي حسب. ممكن انا بدي اشوف تاجر كبير في السعوديه، بدي اشوف العثيم، بدي اشوف حدا بيشتغل بالعثيم مول كاحد المولات زي سامح مول زي اوكي، واعمل عقود معه مباشره. انا بدي اجيب عندك بس، وما بدي ابيع لحد ثاني اوكي، والعزة لله. عشان هيك حاب اعمل اتفاقيه معك. هون الان كيف الاستراتيجيه اللي انا بدي اختارها افوت السوق؟ وعلى فكرة في أسواق فيها اللوبيات، اللوبيات يعني مش أي واحد بيقدر يفوتها لسه، لازم إحنا نعمل further research على بالذات إيطاليا أوكي، بالذات زي إيطاليا في كثير للأسواق مو سهل الدخول عليها أوكي، في ناس محتكرين هناك بالسوق أوكي، في ناس محتكرين ما بدخلوا أي واحد أوكي.
زي مثلا بروسيا بكثير من الدول، لازم اني اشوف اللوبيات هنا واحاول اني انا يعني اشوف ابني علاقات public relation. ممكن انا انزل واحد اجي ثاني بده يعمل هنا قدامنا، ليش فتحت اللي قدامي انا؟ اوكي رجعت لها لانه حسب السوق. انا ممكن اكتب والله بجريده الكويتيه، اوكي اكتب اعلان، اكتب زي نشر انشر انا عن فوائد التمر وجودة التمر في الأردن، وبالنهاية بكتب اسمي أنا وعنواني. وممكن أنا بهاي الطريقة يعني في عدة طرق أنا أستهدف السوق أو أحكي للسوق، يعني أضوي الضوء عن منتج تاعي للسوق هذا اللي أنا أستهدفه. في عدة طرق أني أنا أوصل منتجي للسوق هذا وأحكي لهم أنه أنا عندي منتج وبدي أبيعكم إياه. أوكي هنا بتيجي بنسميها استراتيجيات وتكتيكات بيعية. أوكي تفضلوا اسألونا إخواني أخواتي، أسئلتكم حلوة بالعكس. بشكل عام كيف شايفين الأمور؟ زين go ahead خطيب. مرحبا يعطيكم العافية. الله يعافيك أختنا. حبيت بس go ahead تفضل قول. بس أنا بدور عليك بقول وين زين. أوكي لا والله موجودة بس أنت عم تلفظ اسمي أنا كاتبيته يمكن بالإنجليزي ZAIN بالعربي. أوكي طب إذا هيك تمام. أول إشي يعطيكم العافية. الله يعافيك. أنا المهندس زينة الخطيب، بشتغل خبرتي كلها تقريبا في المصانع وإنتاج الأسمدة. حلو ما شاء الله. وأكتر إشي هلأ بالتصدير الخارجي للأسمدة والمبيدات والبذور. طبعا كل شيء حكيته يعني عن جد يعطيك العافية، تقريبا غطيت كل الموضوع. طبعا زي ما حكيت انت بخصوص الماركتينج، احنا ممكن نتعامل بالإيميل، ممكن عن جد علاقاتنا الاجتماعية والعامة انه والله حدا نوصي يحكي له بيعنا واحد اثنين ثلاثة. حلو بس انه ممكن احنا نشارك في معارض. طبعا هدول هم بتكون كوست عالية بس بالإضافة هي بيرجع لنا فيها مردود مالي منيح، إنه لما نشارك بمعرض نعمل بوث نشوف دول تانية، هاي الأشياء بتساعدنا إنه إحنا نعمل تصدير. هلأ بخصوص التريد ماب، أنا بصراحة بستعمل كتير بالتصدير، إنه لما بدرس السوق وبحلل السوق اللي بدي إياه أعرف إذا في مثلاً اتفاقيات، مثلاً في ضريبة، أحياناً بنزل التريد ماب كمان إذا في عطاءات دولية نقدر إحنا نستفيد منها. أنا من الناس اللي ما باجي بدور على أي بلد بصراحة، بدور على جيراننا اللي هي دول الاحتلال، إذا موجودة بكون عارفة إني أنا بقدر إني أصدر. yeah. إذا لقيتها بالليست البلد بكون عارفة إنه هي جمنا فإنه أنا بقدر أصدر. بلس إنه إذا مثلاً ما عندنا ضريبة ما في تاكس، هاي الأشياء كلها بتساعدني للتصدير. طبعاً كل بلد إلها متطلبات للتصدير، من مثلاً الأسمدة بنحتاج شهادة تحليل MSDS Technical Data Sheet والليبل. اختلاف طبعاً لما أنا مثلاً بدي أستورد مبيدات، مبارح كان في أستاذ بيسألني عن البذور إنه بنقدر نصدرها. يس نقدر نصدرها إذا تسجلت عنا هون في البلد، بتقدر أنت تصدرها اسمك بس لازم أنت تكون كشركة منتجة للبذور ونعمل ريباكينج مثلاً باسمنا أو اسم شركة عالمية. طبعاً الأسواق البذور في كتير شركات عالمية تقريباً من 100 سنة شغالة في الأردن، سوري في العالم، فهاي برضو إلها أشياءها ودوكيمنت لحالهم. المبيدات نفس الإشي، متطلبات المبيدات تقريباً عندنا 11 متطلب دوكيمنت، هدول إحنا بحاجتهم. عشان نقدر مثلاً نصدر لأوروبا بالأسمدة إحنا بنحتاج تدخل المنتج بشكل عام بسهولة اللي هي EC Mark، هاي بتساعدنا للمنتجات الأسمدة إنها تدخل. كيف مثلاً نحكي الآيزو، خلص هو زي مارك بتكون على الليبل على المنتج بدخل بكل سهولة عنا. ما بعرف إذا بدك، أنا كتير عم بحكي أشياء بس ما بعرف إذا أنت بحاجة مورديتي. أنا بالعكس، أنا إخواني أخواتي كتير بالتدريب، أنا two-way communications التدريب، إحنا مش بمدرسة، إحنا كلياتنا مسؤولين وكبار ومهندسين. Go ahead زين، go ahead okay. واسألوا سؤال إلي لزين. أوكي مهندسة زين، لأي حدا، إحنا كلياتنا كبار مسؤولين.
بهمنا تعم الفائدة، هذا الهدف الرئيسي. والتدريب، والتدريب في جزء تبادل خبرات، وأنا أحترم خبرات الموجودين، وفي ناس خبراتهم أعلى منا جميعا بجوز أصلا. تفضلي أخت زين، تكلمي وجاهد. طبعا أنا مثلا مع من مجال شغلي شاركت في معارض خارج الأردن وتعرفت على ثقافات ثانية برا البلد. طبعا بيكون مثلا في الاجتماعات عنا بي تو بي، إنه شركات كبيرة مثلا ممكن نتعامل بي تو سي اللي مع كاستمر دايركت، بيكون مثلا معنا في الاجتماع. هاي كلها بتساعدنا إنه إحنا نبلش شغل. بس طبعا كإحنا نحكي مثلا ستارت اب كومباني إنها في الأردن لسه لأول مرة بدها تصدر، لازم إنه عن جد يدرسوا السوق كتير منيح قبل ما نيجي نحكي والله بدي أصدر مثلا لكويت، السعودية، لأي بلد. أدرسوا السوق منيح، كتير في منافسة، وبنفس الوقت المنتجات الأردنية عن جد مطلوبة. يعني شمال أفريقيا المنتج الأردني عن جد بفضلوه، عندنا منافسة بشمال أفريقيا مع الأوروبيين بأنه مثلا بس بحر الشرق الأوسط بحر الأبيض سوري، مثلا نحكي تكاليف الشحن أقل من تكاليف شحننا. بس كتير في دول مثلا إذا شافوا made in Jordan بفضلوه، عكس بعض الدول مثلا إحنا made in Jordan لا، إحنا مثلا كأردنيين ممكن ما مش كتير بندعم الصناعة الأردنية، بس في برا كتير مطلوبة. شوي هلا احنا لما نطلع مثلا لما نيجي احنا نختار بلد للتصدير، نيجي بنحكي المنطقه كلنا بنعرف الميدل ايست كيف الوضع، فاحنا هلا مثلا كشركه منتجه بنحاول نطلع لبرا الميدل ايست. يعني احنا الحمد لله شركتنا بتصدر لشمال افريقيا، السعوديه، ليبيا، عمان، باكستان، روسيا، امريكا بنفس الوقت. يعني بنحاول انه نبعد عن الميدل ايست هلا، إنه إلنا أسواقنا مشبعة بالمنتجات، وبنطلع على أسواق أكبر ونقدر إحنا ندخلها. مثلاً السوق الباكستاني كتير مطلوب بأسمدتنا، بس يشوفوا made in Jordan كتير بنتبهوا لهاي الأشياء، وعندنا ثقة، عندهم ثقة بالمنتج الأردني. هلأ جديد مثلاً أي حدا بده يجي يصدر ينتبه إيش في مثلاً اتفاقيات صارت بين الأردن ودول تانية. مثلاً هلأ صار في اتفاقية جديدة بيننا وبين العراق عشان نقدر ندخل منتجاتنا للعراق، فهاي الأشياء بتساعد الواحد لما يجي يصدر. وكتير في أماكن عن جد بتدعم المعارض، مثلاً غرفة صناعة عمان، غرفة تجارة عمان، كل فترة وفترة بيجوا بيعملوا دعم للمشاركة في المعارض. فإنه حلو إنه مثلاً إحنا كشركة نقدر إنه نشارك في معرض مدعوم نسبته تقريباً 50% 20%، هاي بتساعدك بتخفيف كوست عليك لقدام. في معارض صارت اونلاين حاليا مع بعد ازمه كورونا، اوكي؟ بالضبط، تاخذ يس اونلاين يعني وانت في البيت بتشارك بالمعرض، اوكي يس جو اهيد. هاي اشياء بتساعدك انت كتسويق. مثلا احنا نقدر نعمل مثلا صفحه على الفيسبوك باسم شركتنا، مثلا شركه اكس، نعمل انه بوست مدعوم ندفع تقريبا $15 او $10 مدعوم لبلد معين، بصير تارجتك انه هاي البلد انه تصير انت تاخذ منها، تشوف البرودكت تاعك. مثلا انت ما بدك الاردن، ما بدك تسوق للاردن، تسوق مثلا السعوديه، تدفع بوست ممول للسعوديه $10 $5 حسب يعني قديش الحمله اللي انت بدك تعملها، وتصير الزباين بالسعوديه يشوفوك. هاي الطريقه. مثلا الايميلات، احنا بنبعت اول ايميل تعريف بالشركه، ثاني اذا الزبون ما رد ممكن نتعامل إيميل تاني سكند إيميل اللي هو زي ريمايندر، ثالث مرة ممكن نبعث كمان مرة إيميل. هلأ شوي بالتريد ماب لأنه أنا بستعمله، ممكن أول إشي بشوف الشركات الكومبانيز اللي إحنا مبارح طلعناهم وبندور عليها. مثلاً في كتير شركات مثلاً بالدول النامية ما إلها ويب سايت، بنلاقيها مثلاً على الفيسبوك، بنقدر وقتيها نتعامل معهم، نحكي تليفون. احيانا في زباين عن جد ما بيردوا علينا مره ومرتين وثلاث ايميلات، فبنضطر انه احنا نحكي معهم تليفون. يعني هو شوي تصدير لبرا بده وقت شغل، مش بيوم وليله احنا عن جد بنقدر نصدر. يعني نحكي بدها طول تبال، بس بالاخر كل حدا يعني بالاخير بتحصد ايش ما انت اشتغلت وبرجع لك انكم بالاخر. فهاي فكره التصدير، وسوري إني أنا طولت عليكم يا جماعة. شكراً كثير لك مهندسة. ممكن سؤال مهندسة؟ مهندسة شكراً كثير لك، أبدعتي بالعكس. الله يسعدك على الإضافة. مهندسة زين ممكن سؤال؟ تفضلي.
يعطيك العافية. سؤالي الآن، ممكن إنك تتعرضي إلى شركات ممكن تكون نحكي وهمية، يعني أثناء عملية، ولا هاي المواقع ما يعني تكون رسمية، ما ممكن يكون فيها حسابات وهمية أثناء هلا شغلك؟ مش حساب وهمي، يعني انا مثلا صادفتني أو كنت نحكي بدور قبل فتره، كنت بدور على زباين في اليمن، فمثلا كثير تواصلنا مع شركات ورجعوا تواصلوا معنا، هم حكوا لنا يا جماعه احنا صح عندنا كان شركه بس احنا اتدمرت في الحرب، تمام، فانه هلا احنا الشركه موقفه بس هاي الداتا كانت موجوده. ممكن تلاقي إشي زي هيك، ممكن مثلا نحكي باكستان، أثيوبيا، كينيا، غينيا، هدول ممكن تلاقي شركات وهمية، بس أغلب الداتا الموجودة على التريد ماب هاي يعني مأخوذة من الأمم المتحدة، فإنه هي معلومات صحيحة تقريبيا كأرقام. في أشياء هم بيحسبوها، مثلا اللون الأخضر هذا الرقم 100% بيكون محسوب، الأورنج هم مقدرينه، هيك أشياء، بس أغلب الداتا الموجودة على التريد ماب صحيحة. هي بس بصفي إنه أنت بدك تضطري تعملي سيرش أكبر عن الشركة اللي هم حاطينها، لأنه هلا ممكن هلا هل النقطة هون اللي بتذكرها المهندسة زين، أشكرك جدا حقيقة، أبدعتي. هون بتيجي بعديها كخطوة إنه أنا بعديها بدي أعمل خطة تسويقية، كيف أتواصل مع كل شركة، حتى لو كان بالإيميل، في طريقة لإرسال إيميل، لو كان بالسوشيال ميديا، باللينكدين. الآن باللينكدين حتى أوكي بنلاقي المسؤولين أسمائهم موجودين باللينكدين، أوكي، يعني زي ما تفضلت إنه موضوع حتى المعارض أوكي مهمة كتير، بس الآن مع أزمة كورونا وقفت كتير المعارض، الآن صارت معارض على الأونلاين، صارت كتير معارض نشارك فيها، يعني في طرق كتيرة. حنيجي على الجانب هذا غدا على موضوع التسويق، أوكي كيف أنا بدي أوصل. طب أوكي أنا جبت 3 شركات وثلاث دول، كيف بدي أوصل إلها؟ يس جو أهيد. حاب أسمع أنا من برضو حدا تاني غير مهندسة، يعني زينة ما شاء الله، ما زين مهندسة زين ما قصرت وأضافت شيء حلو جدا. حابين نسمع برضو إحنا كتبادل خبرات من الآخرين. Go ahead زين، إذا عندك أي إضافة أو حدا عنده سؤال لزين تفضلوا، ما حد يتردد بأي سؤال. هاي فرصة، أوكي فرصة بكرة، لأنه بصراحة بكرة الوقت محدود عندي، اوكي انا للساعة 7 ما راح اقدر اطول لانه عندي ميتينج ثاني، بس اليوم خذ راحتكم. اوكي جو اهيد جو اهيد، اي سؤال او اضافة حدا ممكن يقول لنا خبرته، يعني جو اهيد زين اذا عندك اي اضافات ثانية برضو. بس حجاوب لين، سألتني اذا هو سماد عضوي ولا كيماوي. احنا بنصنع اسمدة كيماوية، نعمل على عملية خلط الاسمدة، تمام، مش عضوي اللي هي من روث الحيوانات أو بقايا النباتات، لا، إحنا بنستعمل الـ NPK اللي هم النيتروجين فوسفور بوتاسيوم وبلاس مواد تانية. إحنا المصنع بيشتغل بالأسمدة العضوية كيماوية سائلة بودرة معلق، كل المنتجات هاي كلها إحنا بنصدرها لبرا. بنفس الوقت إحنا كشركة مسجلين منتجين للبذور، برضو بننتج بذور وبنصدرها لزبايننا برا، بالإضافة إنه إحنا بنستورد مبيدات وبنرجع بنصدرها، بنعملها ريباكينج بعبواتنا وباسمنا التجاري وبنرجع بنصدرها لبرا. فأظن هيك غطيت سؤالك. أبدعتي مهندسة زين. أبدعتي عن جد. كيف شايفين لحد اليوم؟ كيف الأمور شايفينها؟ في فائدة ملموسة؟ حاب أسمع. اوكي اخواني اخواتي، هاي سؤالي. هل شكرا لك دكتور، شكرا لك برضو مهندسة والجميع، ابدعتوا حقيقة، يعني دورة رائعة حلوة. حاب اسمع برضو اذا حدا عنده اضافة خبرة مثلا معينة بمنتج معين حاب يشاركوا مع زملائه، تفضلوا. يعني بالعكس، يعني هذا يعكس على كرم اختنا زين، وأكيد ما حد بيقصر، يعني إذا حدا عنده أي إضافة أو خبرة بمنتج أو بسوق معين تفضلوا، ما حد يتردد بطرح أي معلومة. تفضل. يس دائما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله بدي أضيف إضافة بسيطة. في السعودية طبعا كل صنف بذور ولا مبيدات ولا شيء
بيعطوه كود معين لوكال، ولما بتطلب التصريح ما اول شيء بتدخل الكود للصنف اللي انت سجلته، وبتدخل الكود للشركه اللي بدك تستورد منها، وبتدخل الكود لشركتك، فمصنفين كل شيء بكودات، وبتتعامل انت تقريبا بالارقام. هذا للعلم يعني، ويبدو بعرفش الاردن طبقين هذا النظام ولا، لان انا لسه ما راجعت الوزاره بهذا الموضوع، لان احنا شركه منتجه للبذور ولسه ما انتجنا. نعم ما شاء الله عليك، اشكرك على الاضافه. هنا بصير عندنا احنا كمصدرين في رقم خاص لنا بالتصدير، يعني كمعروف بصير يعني لازم نطلع رقم المنتج عندنا اوكي، وكشركه عشان اصدر انا لازم اني اطلع شهادات من الوزاره، وبصير عندنا رقم خاص بالتجاره الدوليه. اوكي صنفنا بكون رقم معين. نعم نعم، والصنف بيكون رقم معين. اوكي تقصد غير عن الاتش اس كود ولا الاتش اس كود نفسه قصدك؟ والله هو ممكن تعتبره لوكال اتش اس كود. الاتش اس كود اللوكال اللي هو بيكون 8 او 10 او 12 اوكي، بس ما دام 6 بيكون هو الدولي. هو اكثر من 8 لانه احنا كنا نتعب حتى نحصله، ولذا كنا نحفظه على جنب يعني مشان احنا ندخل التصريح يكون معنا الرقم مسجل على جنب، لانه بجوز حوالي 10 12 رقم يعني. نعم هذا للجمارك، هذا الجمارك الاردنيه، هذا للاستيراد لما نقدم تصريح لوزاره الزراعه نقدم. نعم. الطلب، ففي عندنا النظام بيطلب الكودات هذه، بقول لك رقم ورقم الدولي رقم الشركه. حلو كلها كودات في النظام، بتعبي الارقام هاي بيطلع لك الرقم الصنف اللي انت بدك تستورده من الشركه اللي ما انت بدك اياها، من الدولة اللي انت بدك اياها، بطلع التصريح عليه. حلو حلو حلو، اشكرك جدا على الاضافة. اخواني اخواتي، حاب اسمع انا سؤال الي، سؤال المهندس وليد، سؤال المهندسة زين، سؤال لأي حدا موجود، او حدا حاب يضيف اضافة تفضلوا، او اذا ما حد سأل حننهي البرنامج، وقت البرنامج هلأ. عن جد اشكركم جدا، ابدعتوا جميعا. غدا حيكون موضوعنا عن السستينابيليتي ماب اللي هي هذه، حنتكلم بشكل رئيسي اللي بحب يتصفحها، وبتمنى من كل واحد يعمل حساب فيها يضيف اسم الشركة تاعته. اوكي حفرجيكم اياها، تمام، اللي هي هذه. انا اخترتها طبعا من الستاندرد ماب. اوكي هذه بتمنى انه تعملوا حساب فيها، لانه هذه لما تدخل اسم المنتج اوكي وتدخل اسم الشركه تعمل لوج ان ثاني بحساب ثاني، اوكي لوج ان ثاني بحساب ثاني بدكم تعملوا، اوكي يا ريت تعملوا حساب فيها. هنا بصير ماي داشبورد. زين استخدمتيها هذه مهندسة زين السستينابيليتي ماب؟ أنا عندي كثير أكونتات ثانية بحسابات ثانية للتصدير، هاي ممكن بكرة أنا فعليا حستفيد منكم فيها هاي لبكرة. حلو، هذه بكبس ماي كومباني، بتمنى إنه تعبوها قبل ما تيجوا. أوكي أنا طبعا أنا الحساب فيها شخصي. أوكي ايش المنتج سيرتيفيكيشنز، حتى لما تضيفوا المنتج بيعطيكم ايش السيرتيفيكيت المطلوبه، وممكن تضيفوا هذه بتساعدكم انه اسم الشركه تدرج بالاي تي سي، وممكن حدا يتواصل معاكم وانت بدون ما تعمل شيء، لانه انت نزلت اسمك بالاي تي سي وعرضت منتجك بالاي تي سي وحطيت انه عندك شهادات بالاي تي سي والاي تي، وفي شركات بصير يحكوا لك انه منتجك بحاجه لهي الشهادات، وهم بيامنوا لك اياها، هم بيامنوك بشهادات معينه بناء على تفاصيل بيطلبوها منك. اوكي ممكن يطلبوا عينات حتى احيانا من المنتج تاعك، بناء عليها بيصدروا لك شهادات، منها زي مثل شهادات الجوده او شهادات صحيه معتمدة دولياً، هاي مصدر دولي معتمد. أوكي
الاي تي سي، الاي تي سي ربط العالم كله اوكي ان وان بيج بصفحه واحده تمام. عشان هيك هذا الرابط تاع السستينابيليتي ماب غالبا حيكون هو جزء مهم جدا من محاضرتنا غدا. هذا الرابط عندكم، ويعطيكم الف عافيه وشكرا لكم كثير. اذا حدا عنده سؤال انا حاضر، ما عندي شيء غير صلاه المغرب بس اوكي، وانا حاضر اني اضل معاكم باي سؤال باي استفسار، لانه بكره بصراحه ما راح اقدر اضل بعد السبع اوكي. هسه اللي بدكم اياه انا حاضر، ماخذ اذن من ام عباده يعني الامور مرتبه. شكرا كثير لكم، وبشكر المهندسة ألاء وبشكر المهندس ليث وكل الكل القائمين على حقيقة على مركز التدريب في نقابة المهندسين الزراعيين على إتاحة الفرصة إلي هذه إني أكون معكم، وإن شاء الله ما قصرت معكم. شكرا، يعطيكم العافية، والسلام عليكم، يعطيكم العافية.